اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الاخصاب المساعد، في عالم تاخر الانجاب، في عالم النساء. خلي بالكم ان المنظار الرحمي ده جزء مهم جدا واداه لها قيمه كبيره جدا، لكن في اسئله كثيره تدور حول المنظار الرحمي. اولها، هل هو انفستيجيشن زي ما يقولوا اوبليجاتوري او برايمري، اساسيه نحطها اي حد عنده تاخر انجاب نعمل له منظار رحمي، ولا المنظار الرحمي له دواعي معينه تبان في السونار، يعني نقدر نقول ان هو يجي الخطوه الثانيه بعد سونار ثلاثي الابعاد؟ هل في التشخيص السونار بتقدم المضيء وبصوره البراقه هل ازاح نسبيا المنظار الرحمي ده له كتف يعني باللغه البسيطه، وبعد شويه من التشخيص ونقلوا لمرحله اكيد المنظار ما زال موجودا في الازالات، لو دخلنا لقينا اللحميه هنزلها، بس هو طبعا النون انفيزيف انفستيجيشن او الفحوصات اللي ما فيهاش دخول لجسم الانسان افضل كتير واسهل وابسط من الفحوصات اللي تدخل جسم الانسان. بس هل المنظار الرحمي فحص مقلق للست يحمل كومبليكيشن؟ لا طبعا، يعني واضح انه فيري سيمبل، بس خلينا نفهم كمان، هل المنظار الرحمي بالسمبلستي اللي انت بتقول عليها بسهوله، ولا لازم يكون في ايد حد خبير، ولا يعمل مشكله ضخمه في الرحم لو دخل بشكل خاطئ في الرحم، اعصاب الرحم في منطقه يكون ضعيفه فيه؟ اسئله كتيره قوي تدور حول المنظار الرحمي بشكل متخصص. تعالوا نرحب بضيفي العزيز، واحد من قمم طبعا علاج تاخر الانجاب والحقن المجاري والرائد القدير اللي بنى تاريخ طويل جدا ما شاء الله من العمل والاجتهاد الرائع جدا لمنظومه علميه متكامله. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره والرائد القدير الاستاذ دكتور عبد اللطيف احمد سويلم، استشاري ودكتوراه النساء والتوليد والحقن المجهري، دبلومه اطفال الانابيب والحقن المجهري من بلجيكا، ودبلومه جراحات المناظير من جامعه كيل والالمانيه، ودبلومه الموجات الصوتيه من زغرب الكرواتيه، ورئيس مجلس اداره مراكز نور الحياه للخصوبه المراكز العريقه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ايه النور ده؟ ده نورك يا دكتور ايمن. النهارده كعاده حضرتك بتختار ان يعني انت تتكلم بشكل سبيسيفيك او في كل نقطه لوحدها، فانا عايز الاول نشرح للناس ما هو المنظار الرحمي. هو يعني منظار الرحم هو عباره عن اله فيها طبعا عدسات، والعدسه دي بتكبر وفيها ضوء بندخل بيها جوه تجويف الرحم من فتحة المهبل على عنق الرحم، فبيدرس لي تجويف الرحم من كل النواحي وبيبين حاجات كثيرة جدا جدا في الرحم. إذا منظار الرحم كان دوره في البداية في عالم النساء والولادة ما كانش دور واضح قوي، لكن بدأ ياخد دور قوي وبقى نقدر نقول ان هو مايلستون في علاج تأخر الانجاب، وعلشان كده اكتسب اهميته، وهنتكلم في حاجات كثيره جدا من الدواعي لاستخدام منظار الرحم. هل هناك حالات تحتاج الى منظار رحم، ولا اي حاله عندها تأخر انجاب بنعملها منظار رحم؟ لا، اي حاله عندها تأخر انجاب، لا، كنا الاول بنعمل اي حاله عندها تأخر انجاب بنعمل منظار رحمي، ولكن دلوقتي زي ما سيادتك قلت في المقدمه انه في عندي موجات صوتيه، وخصوصا الموجات الصوتيه بدات تبقى متقدمه ودرجه وضوحها بقى عالي جدا، فبقدر اشخص بيها لحميه في الرحم، أشخص ورم ليفي، أشخص حاجز رحمي، كل دي كلها بتتشخص بالموجات فوق الصوتية، ولكن ده تشخيص يستوجب علاج. طيب افرض واحنا بنعمل منظار رحمي قبل ما نعمل الحقن المجاري لقينا بطانة الرحم منظرها كويس جدا ولها منظر لازم يبقى موجود لما نشوفه نتبسط قوي ونقول لا دي مش محتاجة منظار رحمي خالص، يبقى بالتالي نسبة كبيرة من الناس
ما بقتش محتاجة منظار رحمي، فما بقاش روتين يستخدم قبل عمليات الحقن المجاري، ولكن ما زال له دور مهم ودور فعال في حالات الحقن المجاري، وخصوصا في حالات تكرار فشل الحقن المجاري. ازاي بيتم المنظار الرحمي؟ ازاي يا فندم؟ بيتم المنظار الرحمي. المنظار الرحمي ده بيتم عن طريق اول طبعا لازم تخدير وتحت مخدر، وعمليه بسيطه جدا وبتروح في نفس اليوم. منظار الرحمي ده بيتصل ب يعني جهاز اضاءه، وبندخل سائل، هذا السائل ممكن يبقى زي ما احنا شايفين كده، دي ازاله ورم ليفي موجود في تجويف الرحم باستخدام منظار الرحم بما يسمى الريسكتوسكوب، ودي بالكهرباء يعني بنكوي ونشيل، والكي ده مهم علشان بيكوي الاوعيه الدمويه فما بيحصلش نزف منها، وبنشيل ونزيل ده كله. بيدخل تحت ضغط معين من محلول الملح او في سوائل اخرى اثناء اجراء العمليات، بحيث ان هي ما توصلش كهرباء، او الكهرباء نفسها تبقى بطريقه معينه، اذا دي ودي ليها يعني اجهزه معينه اللي هي بنسميها يعني في بايبولر وفي مونوبولر، فده اللي بتستخدم في عمليات المنظار الرحمي. وبندخل جوه تجويف الرحم وبيبان على شاشة قدامنا، ونقدر نجري العمليات الجراحية المختلفة والتشخيصات المختلفة اللي مش باينة بالموجات الصوتية، بنعملها بالمنظار الرحمي زي ما احنا شايفين في الصورة كده قدامنا وفي الفيديوهات اللي معروضة، والعيانة بتروح، وده إجراء بسيط جدا، والعيانة بتروح في نفس اليوم على طول، ممكن ساعتين ثلاثة وتروح بلا مشاكل إطلاق. إيه الوقت المناسب يعني قبل الدورة بعد الدورة؟ هو يفضل بعد الدورة على طول مباشرة، لا يفضل قبل الدورة الشهرية لأسباب. ممكن الست دي رايحة أساسا تتعالج علشان تأخر إنجاب، ممكن بالصدفة تطلع حامل، فهدخل بمنظار الرحمي هبوظ الحمل ده. فيفضل إجراء المنظار الرحمي بعد الدورة مباشرة. وكمان الرحم قبل الدورة بيبقى محتقن بالدم، لكن مع بعد الدورة مباشرة ما بيبقاش محتقن بالدم، فبالتالي نسبة حدوث النزف والمشاكل من المنظار بتقل قوي قوي بعد الدورة الشهرية. هل الستات كتير بيخافوا من الألم؟ لا، ما هوش مؤلم، لأنه ده إجراء بسيط بيتم وما فيهوش أي مشاكل إطلاقا، وحتى لو ألام بسيطة ممكن مسكنات بسيطة بتعملها وتقدر هي تروح لوحدها حتى بعد إجراء المنظار. حتى لو شالت ورم ليفي ممكن هي تروح لوحدها بعد ساعتين ثلاثة، ما فيش منه مشاكل إطلاقا، بس بشرط أنه تبقى الإيد اللي بتشتغل إيد مدربة كويس قوي، وعارفة الصفة التشريحية للرحم والصفة الباثولوجي اللي موجود ايه وبتعمل ايه وامتى تقف وامتى تشتغل. السؤال بقى المهم قوي، ابحاث كثيره في الفتره الاخيره ربطت بين المنظار الرحمي وزياده نسب نجاح الحقن المجاري. ايوه، هنا بقى ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. هنيجي نقول الفشل المتكرر للحقن المجاري. فشل متكرر للحقن المجهري هو عبارة عن مرتين أو ثلاثة عملنا فيهم حقن مجهري ونقلنا أجنة، وأجنة من الدرجة الأولى، ومع ذلك لم يحدث حمل. يبقى لابد أن أنا أقف ودور على إيه الأسباب اللي ممكن تكون موجودة.
الأسباب هنبعد بعيد عن المعمل، هنبعد عن الإيد الخبيرة اللي بتحط الأجنة وكده، نبدأ ندور بقى. قد تكون أسباب في الجنين نفسه، الجنين ممكن يبقى شكله كويس ولكن فيه مشاكل، مشاكل دي ما تظهرش بالشكل العام ولكن تظهر بتحليلات معينة، ده دور الجنين. أو الرحم نفسه، نمسك الرحم ده، قد يكون فيه مشكلة خلقية في الرحم زي حاجز رحمي، والحاجز الرحمي ده بيقلل من نسب حدوث الحمل. وفي بعض الدراسات برضو بتقول ليس له تأثير، بدليل ان احنا احيانا نعمل قيصرية لوحدة علشان هو العيل نازل برجليه، نيجي نفتح نلاقي الست دي فيها حاجز رحمي وهي ما تعرفش وحبلت وولدت. ده رأي بعض الدكاترة، ولكن معظم الآراء بتقول إنه الحاجز الرحمي لازم يتشال. أحيانا يبقى فيه لحمية في الرحم، اللحمية الرحمية دي نتيجة خلل في الهرمونات بتاعت المبيض اللي طلع وتأثيرها على بطانة الرحم. واللحمية دي قد تكون لحمية واحدة وتزال بالطريقة زي ما شفنا في بداية الفيديو، أو ممكن نقول عليها بوليبوزيس، يعني لحميات كثيرة في تجويف الرحم زي ما هيبين لنا في الفيديو اللي احنا بنشوفه. ده الورم الليفي، وفي فيديو تاني للحمية اللي موجودة، واللحمية بتتشال كده زي الورم الليفي، وممكن تتشال بمقص جراحي او باستخدام الريسكتوسكوب اللي احنا شايفينه اللي هو بالكي يعني. طيب البلوبوزيس دي لو موجوده ممكن يبقى سبب من اسباب تكرار الحقن، فشل الحقن المجاري. طب دي هتبان بايه؟ بالمنظار الرحمي. في الحاله دي اقدر اشيلها وانا شايفها بعيني، مش بالكحت العادي، لكن دي قدام عيني بشيلها، سواء كانت لحمية منفردة أو لحميات كثيرة بالرحم. أحيانا ندخل نلاقي فيه التصاقات في تجويف الرحم، ودي ما هيش باينة إطلاقا بالموجات فوق الصوتية، فندخل نلاقي الالتصاقات، وتكون الالتصاقات دي هي سبب مهم في الفشل المتكرر. وبنشيل هذه الالتصاقات بمقص تتقصقص كده من خلال منظار الرحم تحت عينينا. احيانا يبقى شكل الرحم مش حاجز رحمي، لا شكل الرحم اللي بنسميه تي شيب، عامل زي حرف تي ويبقى ضيق، بنوسعه بقص بطريقه معينه بحيث انه تجويف الرحم يتسع، وبالتالي ما يحصلش فشل في في عمليات زرع الأجنة. احيانا بقى يبقى موجود سبب مهم جدا جدا، والسبب ده ما يبانش غير بمنظار الرحم، الا وهو الالتهابات المزمنه في بطانه الرحم. الالتهابات المزمنه في بطانه الرحم ليها شكل معين وتبان بمنظار الرحم. في الحالة دي بناخد عينة عشان نثبتها، بناخد عينة من بطانة الرحم تحت المنظار ونحلل هذه العينة، لو لقينا فيها خلايا معينة بنقول دي التهابات مزمنة. ليه بقى الالتهابات المزمنة دي هتيجي ازاي؟ ومش لازم تبين أعراض ولا حاجة، هو بنلاقيها في تكرار فشل الحقن المجاري في نسبة لا بأس بها من الحالات. الحالات دي احنا بنقول في التهاب في عنق الرحم او التهاب في المهبل، ادى الى التهاب في عنق الرحم، ادى الى التهاب في تجويف الرحم اللي هو بطانة الرحم، يعني حصل خلل في الـ 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 الوسط البكتيري الطبيعي
لتجويف الرحم أدى إلى طغيان ميكروب معين من الميكروبات عليها فأدى إلى الالتهابات المزمنة. طيب هذه الالتهابات لما بنلاقيها بنعالجها، بتتعالج باستخدام مضادات حيوية لفترة 14 يوم. المضادات الحيوية دي بتجيب نتائج في أكتر من 60% من الحالات، وممكن تتكرر بكورس تاني بنوصل إلى 100% من علاج هذه الحالات. تبص بتاع السيدات دي لما تيجي تنقل لها تاني الأجنة حصل لها حمل، يبقى سنده مهم جدا جدا في حالات تكرار فشل الحقن المجاري. الحاجة التانية ان انا ممكن الاقي بطانة رحم مهاجرة بنزف في بطانة الرحم واضحة في المكان ما بين عضلة الرحم وبطانة الرحم، دي تتعالج الاول. ممكن الاقي حاجة اسمها أدينوميوزيس اللي هو تغدد رحمي، ممكن استخدم منظار الرحم في قفل الأنابيب في حالة وجود مياه أو ارتشاح بقناة فالوب، والحالة دي يصعب ان انا ادخلها بالمنظار او بفتح بطن. في حاجات معينة بندخلها جوه تجويف الأنبوبة ما بين الرحم زي ما احنا شايفين وما بين الأنبوبة، وبتقفل هذه الأنبوبة زي السدادة. أيوة زي سدادة كده، عامل زي بتاعت سماعة البلاك كده، وتقفل تماما فتمنع السائل انه ينزل على الأجنة. في الحالات اللي هم unfit for surgery، يعني اللي هم ما ينفعش تعمل عمليات جراحية هتبقى مشاكلها أكتر، فلما تتعمل من تحت بتجيب نتائج ممتازة. إذا منظار الرحم دوره عظيم جدا ومتعاظم في حالات فشل الحقن المجاري. برضو كان طلع أبحاث كده وقالت إن احنا بنعمل خدش في تجويف الرحم، الخدش ده بيزود نسب حدوث الحمل قبل ما بننقل الأجنة في الدورة اللي قبلها. وبعدين رجعت الأبحاث دي في أبحاث قالت ملوش فايدة. طيب لما تبقى حالة فيها تكرار فشل الحقن المجاري واعمل الخدش ده بيزود نسب حدوث الحمل. إذا منظار الرحم بقى آلة مهمة جدا جدا في وتعاظم دورها في علاج تأخر الإنجاب وفي زيادة نسب حدوث الحمل في حالات الحقن المجهري، مهم جدا جدا نحن نعرف كده. إذن يبدو أن منظار الرحم له دور رائع ومهم للغاية إذا تم توظيفه بدقة في الموقع والمكان الذي يحتاج المنظار الرحم. هنا النتائج هتبقى رائعة، سواء نتائج في التشخيص أو نتائج حتى في العلاج. المنظار الرحمي زي ما فهمنا من الكلام انه ليس فقط اداه تشخيصيه ولكنه ايضا اداه علاجيه. نورت وشرفت يا فندم. نورك يا فندم، دائما الاستماع الى محاضراتك القيمه. أهلا وسهلا المتخصصه. نورت الدكتور بشكل كبير. نورك جدا يا فندم. الرائد القدير والاسم الكبير الاستاذ الدكتور عبد اللطيف احمد سويلم، استشاري ودكتوراه النساء والتوليد والحقن المجاري وتاخر الانجاب، دبلومه اطفال الانابيب والحقن المجاري من بلجيكا وجراحات المناظير من جامعه كيلب المانيا، ودبلومه الموجات الصوتيه من جامعه زغرب، ورئيس مجلس الاداره المؤسس لمراكز نور الحياه للخصوبه وتاخر الانجاب الاسم العريق. نورت الدكتور. نورك يا فندم. الله يخليك يا دكتور ايمن. خليكوا دايما مع الدكتور. في آلام أعلى الظهر غير الحوادث والإصابات الكبيرة زي حالات الانزلاق الغضروفي أو العنقي، في أسباب متعددة ممكن تسبب آلام أعلى الظهر، منها الأسباب الشائعة زي الجلوس بصورة خاطئة لفترة طويلة أو النوم في وضعية خاطئة أو التعرض لموجات برد، وفي أسباب قد لا يعرفها الجميع زي أن مشاكل القولون والانتفاخ والإمساك ممكن تسبب آلام في الظهر، وزي أن ضيق التنفس وتقلص العضلات في جانبي العمود الفقري أو آلام ناتجة عن مشكلة صحية في مكان آخر زي آلام الكتف والذراعين وأيضاً التهاب المفاصل والأربطة،
كل دي عوامل ليها تأثير مباشر على أعلى الظهر وتسبب الآلام. أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا، لأنه القضية بتاعتنا قضية مهمة وقضية مزعجة لكثير من المرضى. المريض في سيناريو كده درامي، اشتكي من مشاكل، آلام في العمود الفقري، آلام في ظهره، يقرر له بعد فحوصات، وفعلا هو محتاج لهذه الفحوصات انه يعمل عملية، وفعلا هو محتاج انه يعمل عملية، يقرر له قرار انه هيدخل غرفة العمليات لكي يجري جراحة في العمود الفقري، ولكن للتعامل مع الغضروف، إزالة الغضروف، مثلا في تزحزح فقاري مع تثبيت الحاجات اللي هي الجراحات المتنوعة في العمود الفقري. يحدث أحيانا سيناريو بعد هذه العمليات لنسبة ليست بالقليل، يعني في نسبة محترمة جدا من ما بعد هذه العملية يحدث بعض الألام. الألام دي بتكون سببها الالتهاب، والالتهاب انتوا عارفين في الطب في قاعدة كده، التهاب قد في بعض الحالات يحدث تليف، وهذا التليف هو الذي يسبب مشاكل الألمية، مشاكل الألم. فبعد العمليات الجراحية هناك نسبة ليست بالقليلة، نسبة معتبرة تعاني من ألم، هذه الألم لا حلول. وإحنا حلقتنا النهاردة هنتكلم عن ما يسمى بما بعد العمليات من ألم، كيف نتعامل معه. النهاردة يوم مهم جدا، ومع ضيف من أسماء البارزة، من أسماء القديرة، واحد من نجوم عالم علاج الألم، وده عالم مثير للغاية ومهم للغاية، وفي تكنولوجيا أصبحت متقدمة جدا. ضيف العزيز، القمة العلمية المتميزة، الأستاذ الدكتور أرميا محسن شفيق، رئيس قسم علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بمستشفى جراند، رئيس مجلس إدارة مستشفى جراند، والمؤسس لعيادات بيلس، ماجستير علاج الألم التداخلي والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور أرميا. أهلا وسهلا دكتور، منورني. ده نور حضرتك. اخترت أن تتحدث اليوم عن رجوع الألم بعد العمليات. أنا عايزك تحكي لي السيناريو، أنا حكيت جزء من السيناريو، بس السيناريو بيمشي إزاي؟ هو يعني بنبذل مجهود كبير جدا مع المريض عشان نقنعه ان رجوع الالم بالظبط بعد التدخل الجراحي ده لا يعني انه العمليه فشلت، او انه العمليه ما كانتش مهمه، او ما كانتش بتحميه من مضاعفات اكبر بكتير قوي من مجرد الالم. ولكن عمليه الاستشفاء او عمليه الهيلينج بروسيس بتاعت اي تشو مقطوع او حصل فيه شق جراحي، طبيعي جدا انه ما يتمش الالتئام بتاع الجرح بنفس الشكل اللي كان فيه الجلد. واكبر دليل على ده انه مكان الجراحه نفسها بيبقى فيه سكار، وبتبقى فيه ندبات ناتجه عن التدخل الجراحي. التدخل الجراحي زي ما بيعمل ندبه في مكان الجلد، لما بندخل ونشق العضلات او نوصل للمنطقه اللي عملنا فيها العمليه ونسيب جسم غريب زي المسامير والشرايح، ده طبيعي جدا انه من الهيلينج بروسيس لما يجي لما يبتدي يحصل التئام للجرح يحصل نوع من انواع التليفات والالتصاقات. التليفات والالتصاقات دي بينتج عنها ان هي تشد وتضغط على جدر العصب مكان العمليه، فتدي المريض نفس الشعور بنفس الالام، وممكن تبقى اشد من الالام السابقه للتدخل الجراحي. ده ما هوش فشل انه العمليه نفسها باظت، او العمليه نفسها حصل ارتجاع للغضروف. ارتجاع الغضروف دي مشكله تانية وارد انها تحصل ومن اسباب الالم، لكن احنا عايزين نتكلم عن نقطه مهمه جدا هي الالتصاقات والتليفات ما بعد العمليه الجراحيه. هل ده يعني يشكك في صحه العمليه او ضرورتها؟ لا طبعا. لما نيجي نعالج بقى المشكله الناتجه عن التدخل الجراحي ده، الجراح نفسه بيحاول يبقى مينيمالي انفيزيف، قليل التدخل قدر المستطاع، لانه احنا مش عايزين نفتح تاني، علشان لما هنفتح تاني هندخل في نفس الدوامة من أول وجديد، وهيحصل التئام تاني، وتحصل تليفات تاني والتصاقات تاني. فمن هنا بيجي أنه لما نشخص المريض بتاعنا أنه سبب ارتجاع الألام هو التصاقات وتليفات، نقدر نعالجه بتقنيات عديدة جدا، من أول العلاج التحفظي، لأنه ممكن برضو بعد الهيلينج يحصل أنه الفايبروزيس ده يفك لوحده، أو الالتصاقات دي تفك لوحدها، مع علاج دوائي، مع راحة، مع علاج طبيعي. كل الحاجات دي أدوار مهمة جدا علشان ما نكونش متداخلين. نيجي بعدها لتقنيات حديثة جدا في علاج الألم عندنا، ابتكرت حديثا
انه ازاي ممكن نفك الالتصاقات دي بحقن خارج الام الجافيه مثلا. بمنتهى البساطه الابيديور الابيديورال او الحقن خارج الام الجافيه، وهي حاجه مشهوره عند السيدات طبعا في الام النساء ممكن يبقى درجة على اودانهم، انه ندخل بالابيديورال نعمل حقن. مجرد الحقن في منطقه العمليه ممكن يسلك الالتصاقات والتليفات، حاجه فيري مينيمال، حاجه طبيعيه جدا من غير اي تدخل جراحي ولا اي حاجه. لو ده فشل او لو ده ما جابش النتيجه المرجوه منه، في تقنيات اكثر تداخلا ولكنها غير جراحيه، زي مثلا منظار القناه العصبيه. اني ادخل من القناه العصبيه واعمل الابيديوروسكوبي واقدر اشوف كل المنطقه اللي تمت فيها الجراحه، واشوف الغضاريف واشوف الالتصاقات وافكها واقصها واشيلها واعمل لها ادهيزورايزز، يعني افك الالتصاقات تماما بمنظار دقيق من القناة العصبية بدون تدخل جراحي بدون جراح. طيب ده فيلد، افرض ده نفسه فشل نجح. في حاجة اسمها القسطرة العصبية، برضو من نفس القناة العصبية ندخل نعمل تسليك لكل جدر عصب موجود قدامنا، ولكل منطقة فيها تدخل جراحي على كل المستويات. يعني مثلا مريض عمل 4-5 غضاريف او مركب شرايح ومسامير على مستوى 4-5 فقرات في ظهر، حوالين كل مسمار وحوالين الشرايح وارد يكون حاصل التصاقات وتليفات، نقدر بقسطره رفيعه جدا من زي ما احنا شايفين كده من خلال القناه العصبيه نعمل تسليك للقناه العصبيه بالكامل، وندخل عند كل جدر عصب حاصل فيه اختناق وحاصل عنده تليفات والتصاقات ونسلك القناه العصبيه بالكامل. لما كل ده يفشل نروح لان احنا قد نحتاج لعمليه ريفيجن لجراحه اخرى، ويبقى الجراحه ليها ساعتها دور مهم جدا لحل هذه المشاكل. لكن عاده اكثر من 99% من الحالات اللي بتعاني من التصاقات وتليفات بعد الجراحات، ابسط التقنيات اللي بتتكلم عنها او اللي انا وصفتها دلوقتي تقدر تخلص المريض من المشاكل دي تماما. الجراحة امتى يجي دورها تاني؟ ما هو في جراحة ومهمة وممكن نحتاجها تاني، انه حصل عندي ارتجاع في الغضروف. الغضروف بعد ما عملنا استئصال وعملنا التثبيت وكل حاجة حصل ارتجاع بحجم كبير، انا نفسي كعلاج ألم من الاول كده بالفحص وبالرنين وبالصورة اللي باينة قدامي اقول انا مش هعرف اجيب معاه نتيجة، انا العيان ده مش هيستفيد مني، لازم الجراح هو اللي يدخل مش انا. برضو من الحاجات المهمة جدا انه يحصل ليفل اب، او انه غضروف فوق العملية اللي اتعملت يحصل فيه نتيجة انه التثبيت اللي حصل بقت فيه حتة اقوى من حتة، فيحصل انه غضروف في مستوى اعلى حصل فيه انزلاق، فالغضروف اللي في المستوى الاعلى ده محتاج تدخل جراحي. في مراحل كده كده كلنا هنقف محترمين الدور الجراحي وهنقول لازم الجراح تدخل تكمل، مش معنى انه انا بتكلم عن انه في متلازمه الام ما بعد العمليه انه العمليه نفسها ما كانتش ينفع تتعمل او اتعملت بشكل غير سليم. احنا عايزين نقول ده انه من تابعات العمليه، وفي نسبه كبيره زي ما حضرتك ذكرت ان المرضى وارد جدا ده يحصل، والنهارده الحمد لله بقينا نقدر ده يا فرحتنا النهارده انه النهارده بقينا قادرين ان احنا نصلح الالتصاقات والتليفات والكلام ده كله بدون اي احتياج للتدخل الجراحي. التردد الحراري له دور برضه. طبعا طبعا، ما هو التردد الحراري جزء من كل التقنيات اللي احنا بنستخدمها. يعني وانا بعمل تسليك القناه العصبيه لازم استخدم معاها التردد الحراري وحقن جذور الاعصاب. لانه نتيجه ما هو يا دكتور ايمن دلوقتي انا عندي التصاقات وتليفات، ده اللي احنا بنقوله. التصاقات والتليفات دي ضغطت على جذر العصب وسببت فيه التهاب، فانا لازم اعالج الشقين. الشق الاول ان يفك الالتصاقات والتليفات فاشيل البيرمننت كوز او السبب الدائم اللي مسبب هذه الالام، والشق الثاني انه العصب اللي التهب اقدر اعمل له تردد حراري او ابليشن اهو زي ما احنا شايفين كده، اعالج التهاب العصب نفسه. التهاب العصب شيء، ده العرض اللي حاصل نتيجه التهاب العصب، والسبب الرئيسي اللي وراه الالتصاقات والتليفات. فلازم نشيل الاول الالتصاقات والتليفات وبعد كده نعمل التردد الحراري، جزء ومكون رئيسي النهارده من كل التقنيات اللي بنستخدمها. طبعا احيانا تدخلوا تعملوا شفط القناه لنواه الغضروف، ده في حاله انه اللي حصل ارتجاع للغضروف. ما احنا النهارده قلنا انه زي ما شايفين كده قدامنا شفط نواه الغضروف، تقنيه بسيطه وسهله جدا وبرده غير جراحيه وبنج موضعي او مخدر موضعي، هي مينيمال انفيزيف يعني. لا، فوت عمليات
في اوضه عمليات علشان حاجات كتيره جدا لاعتبارات كتيره. اولا اجهزه الاشعه التداخليه اللي بنستخدمها الفلوروسكوبي سواء بقى سي ارم او فلوروسكوبي كامل اللي هو جهاز القسطره من ضمن برضو الحاجات اللي بتخلينا نشتغل في اوضه العمليات السيفتي. احنا لو المريض بتاعنا بيركب كانيولا وارد انه يحصل له فازوفيجل اتاك او يحصل له اغماء او يحصل له نزيف او يحصل له عدوى, حاجات كتيره ممكن تحصل من تركيب كانيولا. فبالتالي حاجه فيها تداخل مع العمود الفقري لازم تتم في اوضه العمليات فيكون حوالينا كل عوامل الامان لو المريض بتاعنا احتاجها. نرجع تاني لشفط نواه الغضروف, ده ممكن نستخدمه في حاله انه اللي حصل للمريض بتاعنا بعد العمليه الجراحيه هو ارتجاع للغضروف, ان الغضروف المنزلق رجع وانزلق تاني بعد الاستئصال, بس مش في كل الحالات, ودي نقطة مهمة جدا. لازم تبقى الحالة اللي ينفع لها شفط نواة الغضروف يبقى الغضروف نفسه هايدريتد وكلوزد, ما يكونش انفجر او اتفتح او نواة الغضروف طلعت من مكانها. ففي سيليكشن هو ده اللي بيفرق جدا جدا في عوامل النجاح وفي عوامل انه النتيجة المرجوة للعيان يوصل للنتيجة اللي هو بيتمناه. العيان بيشتكي من ايه يعني كأعراض؟ عيان اللي بيرجع له هذه النوعية من الألم بعد الجراحة. شوف يا دكتور أيمن, هو أكتر حاجة بتفرق مع العيان هو توقعاته عن الجراحة. هو بيبقى متخيل انه هيدخل الجراحة هيطلع منها مودعا لكل الألام اللي عنده. أنا عندي دراسة بتقول إنه نسبة مش قليلة يعني 30-40% من الناس رقم ضخم بيحصل لها مشاكل فيلد باك سيرجري سندروم. بالظبط. إحنا بنتكلم في رقم كبير جدا, هي اسمها فيلد باك سيرجري عشان الآلام والأعراض بترجع تاني. مش عشان العملية فشلت. لا لا, العملية ما بتفشلش يعني, العملية في الغالب ما بتفشلش. ما بتفشلش بالظبط, لكن اللي بيحصل وهي مهمة يعني العملية بتحميه, لكن الرجوع العرضي نتيجة الالتهابات والتليفات اللي حصلت. بالظبط. دي النقطة المهمة اللي أنا عايز أأكد عليها. لكن خلينا نقول إنه الفيلد باك سيرجري سندروم كأعراض بتتمثل في كلمتين مهمين جدا. أنا كل اللي كنت حاسس بيه قبل العملية رجع لي تاني, أو أعراض جدت عليا ما كانتش موجودة عندي قبل العملية نفسها. هي الألم. الألم. بس تفرق قوي من الكلمتين دول من العيان. لما يقول لحضرتك أنا عندي أعراض نفس أعراض العملية اللي قبل كده أو اللي كان عندي قبل العملية, يبقى ده غالبا حاجة حصلت في نفس مكان الغضروف القديم. سواء بقى تليفات أو التصاقات أو ارتجاع الغضروف. لما يديني أعراض جدت عليه في أماكن ما كانتش وجعاء قبل العملية, يبقى غالبا ده غضروف في مستوى اعلى من العمليه. فما نظلمش برضو العمليه في حد ذاتها, ولازم المريض يبقى فاهم ده من قبل الجراحه, انه من الكونسيكونسز او من تابعات الجراحه حاجات زي دي ممكن تحصل. احنا عندنا يعني جراحين المخ والاعصاب اللي في عيادات بينليس عندنا, هم وقاعدين مع العيان من قبل العمليه بيقولوا له وارد بعد العمليه يحصل في خلال سنتين ثلاثه تليفات والتصاقات تسبب ارتجاع للالام. ساعتها نقدر نعمل حاجات مينيمالي انفيزيف نشيل بيها الالام دي. ايه مميزات التدخلات المحدوده اللي احنا مينيمال انفيزيف؟ المميزات كتيره وعديده, وهي مميزات كل الطب بيحاول يسعى لها حاليا. وهي اني اكون اقل تداخلا مع المريض فاقلل العرضه للمشاكل اللي ممكن تحصل زي العدوى والنزيف, وانه هو اصلا مشكله زي الفيلد باك سيرجري او المتلازمه فشل الظهر ما بعد العمليه الجراحيه متلازمه ناتجه عن انه حصل شق للعضلات وحصل ضعف للعضلات في المنطقه دي وحصل فتح جراحي في المكان ده. فكون ان انا اقدر ادخل تاني من غير ما اعمل نفس العوامل اللي وصلت لي النتيجه دي, يبقى ده في حد ذاته انجاز. من ضمن برضو الحاجات المهمه جدا في المينيمال انفيزيف تكنيكس بتاعتنا, هي اني اقعد العيان بتاعي عدد ايام او عدد ساعات اقل في المستشفى. كل ما قدرت اعمل انقاص للهوسبيتال ستاي او مده الاقامه في المستشفى, فانا بقلل فرصه تعرض هذا المريض لعدوى. حضرتك اكيد عارف انه اكبر مصادر العدوى بتكون في المستشفيات, لانه البكتيريا موجوده اكتر في الوسط اللي بيعدي عليه مرضى كتير. فكل ما قدرت اقلل الهوسبيتال ستاي واخرج عياني اسرع, يبقى انا بقدر اقلل من مخاطر عدوته. من الحاجات المهمه جدا انه مراحل الاستشفاء بعد التدخلات المحدوده سريعه جدا. انا بكلمك في تكنيك
اقدر اقول للعيان هنعمله تروح ترتاح يوم ترجع لحياتك الطبيعيه اليوم اللي وراه. ده يعني تطور هائل في الطب. احنا بنتكلم في تقنيات بديله للجراحات كانت بتستدعي انه المريض بتاعنا يقعد في اوضه العمليات عدد ساعات معينه تحت تاثير البنج الكلي، بعد العمليه يقعد فتره نقاهه ما تقلش عن شهر في السرير. لا ده احنا النهارده نزلنا في فتره النقاهه دي يوم. من الحاجات الخطيره جدا يا دكتور ايمن ان احنا بقينا نعالج مرضى ما كناش بنعرف نعالجهم قبل كده. ليه؟ لانه كتير من المرضى وحضرتك تعلم هذا بيبقوا محتاجين جراحه لكن جنرالي هم ما ينفع لهمش الجراحه. ما ينفعش ينام او لو نام مره يعني هتبقى مغامره ثانيه. بالظبط، يبقى النومه في حد ذاتها ريسك. تخدير نفسه يعني لو حاله قلبه عنده فرص تجلط، عنده مشاكل في المخ، السن الكبير، السن الكبير قوي ما هو بيبقى معاه الاوبيزيتي بشكل مهول بكل مشاكلها بقى. فتخيل بقى انه كل دول النهارده نقدر نعالجهم وهو صاحي وبنج موضعي وحاضر التجربه وشايفها وبهدوء بسيط وباجراءات بسيطه جدا نقدر نوصل لنفس الاماكن اللي كان بيوصل لها المشرط بابره توصلنا لنفس النتائج ويروح في نفس اليوم بدون اي مخاطر. ده كفايه بس حتى على العيان البيردن بتاع التغيير على الجرح. يعني حمل ان هو كان كل شويه بيغير على الجرح بتاعه ووصل ان هو وصل لمراحل استشفاء كامله من غير جروح، ده في حد ذاته بيفرق في نفسيه المريض. وكل ما المريض نفسيته كانت احسن كل ما معدلات استشفائه كانت اسرع واقوى. طبعا يعني المينيمال انفيزيف او التدخلات المحدوده بقى ليها دور كبير جدا جدا في التعامل مع مشاكل ما بعد الالتهابات، ما بعد التليفات، ما بعد الجراحه، بقت جزء متكامل. بنكمل شغل بعض. بالظبط. وبعدين يعني خلينا ندي المثل اللي دايما بنحب نوضحه. احنا كل مريض قلب ما كانش بيجيب معاه الدواء نتيجه كنا بنتجه بيه للقسطره، للقلب المفتوح الاول. الاول للقسطره ثم القلب المفتوح. بالظبط. انا اقصد الدور اللي ضافته القسطره في 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 كقيمه طبعا في علاج امراض القلب حضرتك تتكلم عنها ولا حرج. شوف قد ايه القسطره دي فرقت معانا. وكل مدى بتاخد مساحه من القلب المفتوح، يعني كل مدى في حالات بنعملها ريبليسمنت احنا بنقدر بس نمط القلب الاستبدال دلوقتي بقت بالقسطره. ففي تطور علمي هائل عشان القسطره دخلت. وكل دكاتره القلب تنصحك انه الاول نروح لو في القسطره هي الحل. اكيد ده تدخل غير محدود ارحم بكتير قوي من التدخل الجراحي. بالمثل في كل التخصصات الطبيه، نيجي عند تخصصات المخ والاعصاب او العمود الفقري، لو قدرت احل مشكله المريض بتاعي من غير ما اعرضه للجراحه اكيد احسن. ولو المريض بتاعي ملهوش حل غير جراحي لازم هعمله ولازم اقوله له. ما فيش تعارض اصل، خلي بالك ده احنا بنتعب قوي عشان نفهم الناس الكلام. مفيش ده مفيش تعارض ابدا ولا في عقول الناس، ولا ينبغي ان يكون في العقول الطبيه كمان اي تعارض. بالظبط. لانه بالعكس احنا المفروض دلوقتي بقت العمليه جماعيه، اللعبه بقت جماعيه، ام دي تي. احنا ده الكونسبت اللي المفروض نبقى كلنا شغالين بيه. بالظبط. كله بيكمل بعضه. انت دلوقتي حالات ما تحتاجش جراحه، تحتاج الى تدخلات محدوده. اوكي. حالات انديكيتد للجراحه يبقى لازم جراحه. حالات ما بعد الجراحه وحصل التهابات وهتستفيد من التدخلات اللي انت قلتها خلاص وبتستفيد منها جدا. بس هو السؤال، هل يعود الالم بعد التدخلات المحدوده مره اخرى؟ للامانه العلميه ده وارد يحصل بنسب مش كبيره، لانه هي الالتصاقات لو هي مشكله التصاقات وتليفات وقدرنا نتعامل معاها من الاول بشكل سليم غالبا لا تعود الالام. خلاص انا فكيت الالتصاقات والموضوع خلص. ولكن في بعض الاجسام لبعض المرضى بيكون جسمه يعني مهيئ كاملا انه كل ما تفك الالتصاقات يرجع يحصل له التصاقات تانية وتليفات تانية. ولكن القيمه هنا في انه التدخلات بتاعتنا محدوده، فحتى لو المريض احتاج هذا التدخل من حين لاخر هو فيري مينيمالي انفيزيف، لا يمثل اي ريسك ولا اي مخاطر على المريض ولا ممكن يعمل له اي مشكله. فبالتالي اني اعيده واكرره اكيد ارحم من انه المريض بتاعي مثلا يعيش على مسكنات ولا يضر الكلى ولا يضر المعده ولا يلجا للحل الجراحي. لو قدرت احل مشكلته من حين لاخر بتدخلات محدوده، احنا حتى في العياده بنشرح للعيان نقول له مثلا لو عملنا لك الابيديورال الموضوع ممكن ياخد من 6 شهور لسنه. نوع من التخدير الابيديورال اللي هي الحقن خارج الام الجافيه. ده ممكن يستمر معاك من 6 شهور
لسنه. لو عملنا لك تسليك للقناه العصبيه ممكن يقعد من 3 لـ5 سنين وممكن يستمر لسنوات اطول من كده بكتير، ده راجع لطبيعه جسمك وتكوينه للالتصاقات مره اخرى من عدمه. ما هو حتى لو عمل التدخل الجراحي مره اخرى وارد ترجع الالام تاني. ما احنا هنا اصلا النهارده عشان نقول انه الموضوع وارد يحصل ما بعد الجراحه، لكن كحل بديل للجراحه ريسك الرجوع او انه الالام ترجع تاني بعد فتره اقل بكتير قوي من الجراحات. هنختم بعيان بمريض من مرضاك وقصه مثيره جدا ومهمه جدا، تعبر عن ما يسمى ب بوست سيرجيكال انفلاماتوري كونديشن. لا وحاجه مهمه جدا انه هذا المريض اللي هيسهر مع حضرتك احنا ودكتور شادي جراح المخ والاعصاب اللي معايا اشتغلتوا عليه، اشتغلنا مع بعض. دكتور شادي اشتغل فيما يخص الجزء العنقي وانا اشتغلت في الجزء القطني اللي كان فيه جراحه سابقه، فده ياكد لك ان احنا متكاملين جدا 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 مع بعض. انت نورت واسعدتني، ده نور سيادتك. ربنا ضيف العزيز الاسم المتميز للغايه الاستاذ دكتور ارميه محسن شفيق، رئيس مجلس اداره مستشفى جراند والمؤسس لعيادات بنليس ورئيس قسم علاج الالم التداخلي والعمود الفقري مستشفى جراند، ماجستير علاج الالم التداخلي والعمود الفقري كليه طب قصر عيني، واحد من ضيوف الاعزاء، واحد من نجوم علاج الالم. ده كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق واكثرها احتياجا. احنا بنتكلم على الالم ودايما الالم واحد من الانديكيشن للتداخل اللي ما فيش بعد كده، يعني ما فيش اكتر من الالم. لما واحد يشتكي من اي حاجه تانية يقول لك انا مستحمل، يعني اي عرض تاني غير الالم الناس بتستحمله وممكن يسكت عليه ايام، حتى كرش النفس، حتى تورم القدمين، الا الالم. الالم مش هيبيتك الليل، فهنا ده عرض مهم للغايه. ولذلك علاج الالم اصبح قاعده علميه مهمه جدا. التدخلات المحدوده خدمته كتير، التكنولوجيا خدمته كتير، ولسه انا دايما بقول طالما التكنولوجيا حطت ايدها على برانش طبي ودخلت فيه ودعمته فده استثمار مهم للغايه، وراء كيانات عملاقه في العالم كله هننتظر منهم الكثير والكثير، وهتشوفوا مساحات اكبر للتداخلات المحدوده في السنوات القادمه، يمكن مش بس في الشهور اللي جايه. نورت يا دكتور. ربنا ينور حضرتك يا دكتور ايمن، خليكوا دايما مع دكتور. اهلا بيكم. في حاجات بتضر عظمك، في حاجات بتضر العمود الفقري وبالتالي بتأثر على قدرة العظم على الحفاظ على الاستابيليتي بتاعه، بتضر العظم كله مش بس العمود الفقري. أولها التدخين، على فكرة التدخين من الحاجات اللي بتضر العظم بشكل خطير جدا، مش بس الجلد ومش بس القلب مش بس الضغط، لا لا لا، والعظم كمان. حاجة تانية اللي مخيفة جدا الانحناء المتكرر أو الانحناء بشكل مستمر، يعني إن أنا بماطي على طول، وده بيحصل طبعا في الحياة الحالية، حياتنا الحالية كلها كده، ناس موطية، اللي موطي عشان بيبص في الموبايل، واللي موطي عشان بيشتغل على الكمبيوتر، واللي قاعد قعدته بيحب يبقى قاعد عامل كده، الكراسي كمان معظمها بقى غير مريح، كلها معمول. طبعا انت لازم وانت بتختار كرسي تقعد عليه لازم في بيتك لازم تراعي حاجة مهمة جدا، طولك، طول حضرتك، ومهم جدا ان انت تختار مش شكل الكرسي يبقى حلو، قعدته تبقى حلوه، لازم تقعد عليه، ده مهم جدا. معظم الكراسي الموجوده في المحلات اللي بتبيع اساس معظمها مش جيد، مش معمول طبقا لمواصفات صناعه الكرسي. يا جماعه له مواصفات علميه دقيقه جدا جدا، وده اللي بيفرق كرسي غالي من كرسي كده. يعني حاجه الثالثه كمان تنظيف البيت، تنظيف البيت المستمر والغلط والطريقه، ست البيت اللي ما عندهاش لياقة ولا فجأة كده تصحى من النوم أخوها جاي يزورها فتقوم تقلب البيت، تقلب البيت دي معناها أنها غالبا في آخر اليوم هيجي لها انزلاق غضروفي لأنها هتشيل حاجات بشكل مفاجئ، إشي أساس، سجاد، موكيت، الحاجات اللي هي بتاعت الستات دي. حاجات تالتة هتستغربها جدا، القهوة. القهوة كتير لايما ليها، القهوة ليها منافع لكن لما تكتر عن حدها بتعيق امتصاص فيتامين دي، وده مهم جدا لتكوين العظم. فامتصاص فيتامين دي لما يتأثر عظمك كمان هيحصل فيه مشاكل وهشاشة، ومن ضمنها مشاكل العمود الفقري. الحاجة المهمة جدا برضو الناس ما بتاخدش بالها منها، شيل الولاد، الأطفال، شيل الولاد. ما حدش بيشيل دلوقتي يعني ولاده بقى فيه العجل ده اللي بيجروه بيه، لكن أكيد هيشيلوه، ما هو يعني هيشيل الطفل في لحظة ما، ده شيل الطفل في اللحظة دي هي الخطر، اللي هو هيوطي ويشيله وهو متني كده ويشيله على ناحية واحدة، فالحركة بتبقى غير
طبعا خصوصا لو كان الواد كلبوز شويه فممكن يعمل مشاكل في العمود الفقري وغيرها كتير غيرها. طبعا الحركات الغلط بقى الخطر انك تمارس رياضه وانت مش مؤهل ليها، ان انت تعمل حركه عشان تلفت انتباه الناس تصور وعايز تبان في السوشيال ميديا فتعمل حركه على حمام السباحه يعني توري لاصحابك ان انت عندك حمام سباحه فتروح جاي متزحلق واقع على طرف حمام السباحه داخل في ظهرك عامل لك مشكله. كتير كتير من مشاكل العمود الفقري بتكون مخيفه جدا سببها اللي بيسموه المنظره. النهارده لقاء مثير جدا وممتع جدا مع واحد من قمم جراحات المخ والاعصاب في مصر وطن العربي ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري كلية الطب قصر العيني عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري ضيف العزيز. أهلا بك يا دكتور صديق. أهلا بحضرتك دكتور. وحشني جدا. إزي حضرتك الله يخليك. أنا عايز بس أبدأ الأول إن في إصابات في العمود الفقري بتكون صعبة، إصابة توصف بأنها إصابة متعبة. ده حقيقي. هو الاصابات العمود الفقري زي ما حضرتك شرحت، انت حضرتك شرحت كويس جدا في المقدمه الاسباب او الحاجات اللي بتخلي ناس كتيره جدا تصاب في العمود الفقري. يعني طبيعه العمل، يعني احنا عندنا برضو ما ننساش ان المجتمع بتاعنا مجتمع يعني ما هوش مميكن قوي، يعني ما عندناش شغل استخدام المكنز الماشينز بطريقه صحيحه، يعني فالاستخدام اليدوي، يعني الراجل اللي بيشتغل في الحداد او اللي بيشتغل في اعمال البناء، النجار المسلح الحداد او الراجل الفلاح اللي في الغيط، ودول اغلبيه، او ست البيت اللي طول النهار واقفه في البيت وبتقعد فترات طويله ثابته وفي نفس الوقت بتوطي عشان تشيل المرتبه وتوطي عشان تغير السرير وتوطي عشان تمسح الارض او تشيل السجاده او تغير المكان بتاعها، ناخد بال حضرتك، في نفس الوقت اللي هو بتعاني بقى من مشاكل صحيه زي وزن زياده زي سكر زي هشاشه في العظام زي نقص في الكالسيوم زي نقص فيتامين د، الحاجات دي كلها بتخلي العمود الفقري عمود مؤهل للاصابه بشكل او باخر. اكتر اصابه بقى بتقابلنا كتير جدا اصابه الزحلقه، اصلها في الحمام وبتنظف مش عارف ايه هوب اتزحلقت نزلت على المقعده، وده كتير جدا في الاصابات اللي هي بتجيلنا. الاصابات نوعين، في اصابات بسيطه واصابات كبيره. الاصابات الكبيره هي اصابات اللي هي طال بقى الرقبه والمنطقه الصدريه بالحبل الشوكي، لان الحبل الشوكي فيه مشكله. الحبل الشوكي ده هو الكابل الرئيسي اللي احنا بنعتبره نسيج مخي، يعني نسيج كانه جاي من المخ بالظبط، لان هو ده اللي بيحمل الاشارات العصبيه من المخ ويطلع الرسائل بتاعه الجسم لحد فوق. اللي بيحصل ان من اول الفقرة الأولى العنقية لحد الفقرة الأولى القطنية أنا عندي جوه القناة العصبية حاجة اسمها الحبل الشوكي. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجهاز العصبي حماه، وأول حماية له وأقوى حماية في جسمنا هي العظم. فعلشان كده المخ محطوط جوه جمجمة مكونة من طبقتين وطبقة سفنجية في النص عشان تبقى إيه تقدر تمتص الصدمات والخبطات. نفس القصة موجود في العمود الفقري. العمود الفقري ده عمود فريد في تركيبه، ما تعملش زي ماسورة ويبقى الحبل الشوكي جواها، لا لا لا، دي وحدات صغيرة فقرات وما بينها ما يسمى الغضاريف عشان تسمح بالتضاغط والارتفاع، يعني عامل زي السوستة بالنسبة للعمود الفقري. يعني أنا لو أنا ماشي بطلع وبنزل برجلية ده أنا بحمل، هي لو حتة واحدة هتبوظ المفاصل بتاعت رجلي، لا دي بتمتص الصدمات في نفس الوقت اللي بيشتغل وبيوطي وبيشيل. لو العمود الفقري بتاعي سواء الرقبة أو القناة الصدرية أو القطنية حتة واحدة مش عارف أوطي، أنا لو وطيت هقع، واخد بال حضرتك؟ لكن الكيرف بتاعنا ده سبحان الله ربنا اللي عامله بحيث يبقى العمود الفقري عبارة عن مجموعة من الفقرات، فقرات عنقية، فقرات صدرية، فقرات قطنية، ثم المجموعة العجزية. الفقرات دي بتختلف في حجمها والحجم بتاعها على حسب الوزن اللي هي شايلاه. الفقرات العنقية شايلة الراس بس، الفقرات القطنية شايلة الجسم كله، الراس بالرقبة بالكتفين بالظهر بالبطن بالأحشاء بتاعتنا الداخلية، فشايلة وزن، واخد بال حضرتك؟ وخاصة كمان لو أنا بشيل حاجات تقيلة سواء في شغلي أو سواء في رياضة أو سواء نتيجة الخبطة أو إصابة. الإصابات ممكن تبقى صغيرة على هيئة، يعني واحد اتخبط أو وقع أو شال حاجة تقيلة حصل إصابة، الغضروف يخرج بره، ها الغضروف يعني بنسميه إيه درجة أولى أو تانية اللي هو ديسك بلج، بلج يعني يتنفخ شوية يبظ شوية يخرج يلمس العصب شوية، ده غضروف ممكن يجي بالعلاج. فبالتالي لو اديته بقى الراحة
طب نريح من اسبوعين لثلاث اسابيع، ما نشيلش حاجات تقيله، ولو الوزن زياده نخففه، وفي علاجات معينه لازم نمشي عليها ونصلح بقى. لو انا عندي هشاشه اعالجها، نقص كالسيوم اعالجه، نقص فيتامين د اعالجه، الكلام ده كله لازم يتعامل مع بعضه. واخد بال حضرتك؟ بالاضافه الى لو انا عندي مشاكل باطنيه زي مشاكل مع السكر او مشاكل مع الضغط او مشاكل مع القلب، الحاجات دي كلها بتتراعى مع بعضها، لان في بعض الامراض بتزيد او يحصل فيها مضاعفات مع العلاجات بتاعتنا. يعني الناس اللي عندهم ربو شعبي او اللي عندهم ازمه صدريه، تكتب له مسكن من المسكنات اللي عندنا مشهوره، تلاقي الازمه جات له وهو مش واخد باله، او تلاقي الضغط بيعلى معاه طبعا. او في ناس بيجي لها هبوط شديد في الضغط، وخاصه مع العلاجات بتاعتنا البسيطه للعضلات، لان البسط العضلات ده بيشتغل يا اما على العضله يا اما على الحبل الشوكي يا اما على المخ. واخد بال حضرتك؟ فعلى حق الطبيب بقى المعالج بيبقى فاهم هو انا بدي ده اللي بيشتغل هنا ولا هنا ولا هنا، لان ممكن ادي على البيض يشتغل على المخ يوطي الضغط جامد جدا، ده المريض يقع ويتخبط ويجيله دوار ويجيله دوخ. ففي الاصابات البسيطه دي زي غضروف صغير، تبدا بقى تعمل شويه خشونه في فقرات او تمزق في الاربطه او تمزق في العضلات او كدمه دمويه او حاجه كده في الهيكل في السكلتون، ده العلاج بنسبه 80 الى 90% بيجي بالعلاج. طيب الاصابه بتكبر شويه، نوصل للعظم والعظم يحصل فيه شرخ، يحصل فيه تزحزح فقاري، يحصل ان الغضروف نفسه يفرقع. الغضروف بيفرقع ازاي؟ الغضروف ده عباره عامل زي الكوره الكفر بتاعتنا دي، بس الكوره مدوره. لو تخيلنا الكوره دي بس قرص كده، فلها جراب خارجي ومن جوه فيها ماده زي الجيلي مبططه حاجه زي كانه فوق. القرص كده لو ضغطت عليها جامد القرص ده بيتسع، القطر بتاعه بيزيد. بعد مرحله معينه مش هيعرف يزيد، هيتشقق ويفرقع. واخد بال حضرتك؟ زي الكاوتشه بتاعت العربيه كده، تزود عليها الحمل تطق مش كده، او تنفجر. الغضروف بتاعنا لو انفجر يبدا تخرج الماده اللي هي الجيلاتينيه دي الى القناه العصبيه، تضغط على العصب او على الحبل الشوكي. الماده الجيلاتينيه دي مصيرها ايه؟ ساعات الجسم لان فيها نسبه ميه اكتر من 80% يمتص الميه دي فتقل حجمها. ساعات بقى تضغط على اوعيه دمويه زي الاورده الموجوده جوه القناه العصبيه فتنتفخ اكتر، فتزيد اكتر حجمها، يضغط على العصب اكتر. عشان كده مش كل الغضاريف لو سبناها او لو عالجناها هتقل، في غضاريف بتزيد مع الوقت. واخد بال حضرتك؟ طيب لو غضروف مع غضروف مع غضروف يعمل لي حاجه اسمها تزحزح فقاري، العمود الفقري بقى ضعيف، الغضاريف دي اهي ما بين الفقرات يبدا يخلي العمود الفقري يضعف، فيبدا العمود الفقري عشان يثبت نفسه يكون تكلسات اللي بنسميها الخشونه. الخشونه تعمل زوايد عظميه. الزوايد العظميه زي ما حضرتك شايف كده، الحبل الشوكي لونه ابيض، بعد كده بينتهي بالاعصاب الطرفيه. الزوايد العظميه تضغط على العصب سواء الحبل الشوكي او الاعصاب الطرفيه. اللي على الاعصاب الطرفيه امرها سهل شويه، لكن اللي على الحبل الشوكي ده الخطر، اللي هي في المنطقه العنقيه والمنطقه الصدريه. العلاج هنبدا بالعلاج الدوائي. طيب ما ينفعش العلاج الدوائي ولقينا الالام مستمره، لقينا بدا يحصل ضعف في الاطراف، لقينا البول بدا يسيب منه، لقينا بالاشعاعات الموضوع بيزيد وتابعناه، لان عملنا اشعه مثلا من شهرين وبنعمل اشعه الشهر ده، لان الموضوع بيزيد، يبقى ساعتها لازم نتدخل عشان نوقف المشكله. لان احنا عندنا قاعده مهمه جدا، ان الخلايا العصبيه لا تجدد نفسها. يعني الخلايا العصبيه اللي هتتلف مننا سواء خلايا المخ او الحبل الشوكي ما بتتغيرش. احنا بنتولد بعدد معين من الخلايا، لما يعني بينتهي العمر الخلايا دي بتكون اقل بكتير جدا من العدد اللي احنا بدانا بيه، هي ما بتزيدش، هي بتقل. كل يوم بنفقد جزء من الخلايا. يزيد الفقد لما بيزيد الضغط اللي على الحبل الشوكي او على العصب، وحتى على المخ. لو واحد عنده ورم في المخ والورم بيكبر، بيكبر على حساب مين؟ على حساب الخلايا العصبيه اللي هي خلايا المخ. فلو احنا في الحبل الشوكي وتجمع دموي حصل على الحبل الشوكي، ما هو ما فيش مكان يجري فيه، هو مضغوط ما بين العظم والحبل الشوكي جوه، هيبدا يضغط يضغط يضغط، يخلي الجزء من الحبل الشوكي ده من كتر الضغط عليه، يعني زي بالظبط صبعك كده لو ضغطت عليه جامد وتشيل ايدك بتلاقي جزء بقى ابيض مكان الضغطه، ما عادش بيجري فيه دم. هينقطع الدم عن المنطقه، الازرق ده ده غضروف خرج بره، ضغط على العصب قفل الدم عن اللي رايح عن الحبل الشوكي. يبدا يحصل على حسب بقى المده، يبدا يحصل نوع من التليفات في الحبل الشوكي، الحبل الشوكي هيضمر. الغضروف بيخرج بره هو ضغط على العصب، ضغط على العصب اللي هو الغضروف الاحمر ده، ضغط على العصب بقى محتقن جدا، يسبب الام رهيبه. يعني المريض يقول لك ايه؟
القعدة عذاب، الوقفة عذاب. يعني يعني في ست تيجي تشتكي لك تقول لك إيه، أنا لما أقف في المطبخ نص ساعة بحس إن ظهري مقطوع نصين. إحساس حقيقي جدا، ولازم تسند على حاجة أو تميل وتسند بدراعها كده على الترابيزة وهي بتغسل مثلا طبقين أو في المطبخ ولا حاجة. واخد بال حضرتك؟ موظف مثلا زي الموظفين بتوع البنوك أو المعلمين المدرسين أو رجال القضاء أو اللي هم قعدتهم كتيرة جدا، قعدة مكتبية ومفيش مجهود بدني، مفيش لياقة بدنية، ما عندوش وقت أصلا للكلام ده. فده بيعاني كتير جدا من الفقرات القطنية والفقرات العنقية. يبدأ في الفقرات العنقية بالألم بقى. الألم اللي هو إيه؟ أصل أنا رقبتي متشنجة، مش عارف أتني رقبتي. الألم نزل في كتافي، نزل في دراعاتي، نزل في صوابع إيدي. احنا عندنا حسين بره لسه دلوقتي بيقول لي رقبته متكلبشه ومش عارف، واخد بالك ليه؟ القعده الغلط، هو قاعد دايما على شغل الكمبيوتر والكلام ده كله. الموضوع لما بيزيد، واخد بالك، ده ممكن يجي بصداع مزمن، صداع رهيب جدا، أسوأ انواع الصداع اللي بيجي بالفقرات العنقيه. طيب الموضوع لما بيزيد بيدخل، دي الرقبه، دي الفقرات العنقيه. العمود الفقري ده مركب يعني عجيب في تركيبه الحقيقه، ما بين الفقرات في غضاريف وفي فتحتين كده اللي في الجنب دول ماشي فيهم شريان، شريان بنسميه الفيرتبرال ارتري. الفيرتبرال ارتري ده بيطلع لحد ما يصل عند جذع المخ من فوق ويتحد عشان يكون لي حاجه اسمها بازلر ارتري. البازل ارتري ده اللي هو بيطلع منه شرايين مع الفيرتبرال تغذي المنطقه بتاع جذع المخ المسؤوله والاذن الداخليه والاعصاب ال 12 النازلين الجزء الخلفي، الجزء الخلفي ده فبيتغذى من المنطقه دي كلها. فلما بيبقى في ضغط زي غضروف هنا او زوايد عظميه بتقفل على احد الشرايين او بتضيقها، لما بتضيق الدم ما بيوصلش. فيجي المريض شكوته ايه؟ اصل بيجي لي دوخه ادوار، ده انا فجاه لقيتني مش موزون، ده انا كنت هقع. يبدا بقى القصه، ده انا كنت نايم وبتقلب من الجنب اليمين للجنب الشمال زي المرجيحه اشتغلت، ها، وبدات افقد التوازن بتاعي واحس ان انا تجمع الموضوع بقى مع بعضه، دوخه والام في الرقبه، وجع في الاكتاف، تنميل، وممكن ياخد جنب واحد، يعني مش لازم يجي في الجنبين، وممكن ياخد مستوى واحد. يعني مثلا لو الغضروف جاي في فقره 5 و6، ما انا عندي ما بين كل فقرتين في غضروف، ما عدا الفقره الاولى والثانيه ما فيش في بينه غضروف. الغضروف ما بين الثانيه والثالثه، الثالثة والرابعة، الرابعة والخامسة، الخامسة والستة، الستة والسبعة، السبعة مع الصدرية الأولى، دول ما بينهم غضاريف ضاغطة على الحبل الشوكي. يجي يقول لك مثلا في تنميل، في خدلان، الصابع ده ونص الصابع ده، أو الثلاث صوابع دول، أو كفة إيديا كلها، أو الرسغ، أو فوق، بيبقى وصف دقيق جدا في الموضوع. طيب الألم، أنت هتبدأ بقى تشوف وتفحص الموضوع، وعملنا أشعة، واحسن اشعه بنعملها الرنين المغناطيسي. في الرقبه دايما بننصح نعمل رنين ومعاه مقطعيه، او رنين ومعاه اشعه عاديه، عشان لو في زوايد عظميه تبان، لان الرنين مش هيبين الزوايد العظميه اللي موجوده في المنطقه العنقيه. طيب هنعمل له ايه؟ لا ده سهل قوي. الاول نحط الخطه العلاجيه بتاعتنا، علاج دوائي مع ممكن نحتاج نلبسه رقبه، وبرده باكد الرقبه العلاجيه هي الرقبه البلاستيك مش الرقبه السفنج. يعني في ناس تلاقي الرقبه هي رقبه وخلاص، لا لازم تكون هارد كولر، هي دي. والبسها امتى؟ البسها مثلا وقت العمل او المجهود او ركوب السياره والاحه لما اجي اريح او انام. ونفسي امنيه بوجهها للاخوه دكاتره العلاج الطبيعي، ما تقولش للمريض اللي هو جاي بمشكله في الرقبه وجاي لك عشان تعمل له جلسات ان الرقبه دي غلط وبتضرك او بتعمل ضمور في العضلات. مفيش كده، مفيش كلام من هي العضله يحصل فيها ضمور من الرقبه ازاي؟ انا بحافظ لك على كل الحركات ما عدا كده، لانك لو انت دارس وفاهم الحركه اللي هي الفليكشن دي هي الوحيده اللي بتاذي الحبل الشوكي. يبقى انا لما بمنع الضغط على الحبل الشوكي بلمس الرقبه، ما تجيش انت تقول له شيلها. شيلها ايه؟ انت عامل زي الميكانيكي اللي يقول لك بص السلك بتاع الفرامل ده ملوش لازمه نقصه. نقص مين يا عم؟ احنا دي مهمه، الرقبه في المرحله دي بتبقى مهمه. انا ما بلبسوش هو نايم. وبعدين الرقبه مش بتبقى فيري تايت، اللي بتبقى بتضغط وتعمل، لو انا عملت رباط ضغط كده ونمت بيه وبتاع ممكن يعمل له ضمور في العضله، ده وارد. لكن الرقبه اصلا بيبقى فيه سبيس، في مسافه. الرقبه ما بتضيقش بالليل وتتفرد بالنهار، هي الموضوع واحد. انا كل الفكره كلها ان انا بمنع الفليكشن، بمنع الانحناء. طيب مريض جات له اصابه نتيجه الخبطه في الرقبه وعنده حاجه اسمها تزحزح فقاري او ويدج فراكشر في الفقره، تيجي حضرتك تقول له بمنتهى البساطه وانت مش فاهم حاجه في الموضوع اخلع الرقبه؟ ليه انتوا بتتعاملوا مع البني ادمين
انا بتكلم النصابين يعني. لا يعني بتعمل بتتعامل مع المعلمين عليها العربيه. عامل حادثه وهردها لك بالظبط. هي الفكره كده. بس هو بيلعب على الحته الوتر بتاع الخوف. يعني دايما الناس عندها، ودايما احنا يعني بطبيعتنا كده، احنا بنفتكر الحاجات الوحشه اكتر من الحاجات الحلوه في حياتنا يعني. فدايما عندهم ذكريات اليمه، يقول لك اصل العيان لما عمل العمليه كان دخل على رجله خرج مشلول. هي دي وارد تحصل، ما هي وارد تحصل علميا، وارد تحصل في حالات بتبقى صعبه جدا. اصل هو كان كده كده لما تحصل مضاعفات دي، هي دي بنسميها مضاعفات علميه وارده الحدوث. زي مريض داخل مثلا بيعمل عمليه قلب مفتوح، هو مش وارد ان يجيله نزيف بعدها؟ وارد. طب النزيف دي غلطه الدكاتره؟ مش غلطه. طب مش ممكن لا قدر الله هي كومبليكيشن، حاله مرضيه، مش لا قدر الله ممكن يتوفاه الله بعد العمليه؟ وارد. ما هي العمليات الكبيره كده ممكن تكون بسبب الحاله المرضيه نفسها، الحاله المرضيه في حد ذاتها. بس ساعات بيبقى ايه، المريض او اهله بالذات بيربطوا الموضوع بالحدث. طب انت سايب نفسك سنين وجينا نشيل البتاع دي دلوقتي، حصلت بعض المضاعفات اللي هي نتيجه للضمور العصب او للضغط على العصب. خلاص بقى ندي سمعه ان العمليات كلها لا خلاص. احنا بنتكلم المضاعفات دي ممكن تحصل في كام؟ يعني من 1-5%. الالم اللي بعد الجراحات يحصل لحد كام؟ لحد 15-20%. يعني انا لو عملت 10 عمليات، احتماليه واحد بس اللي يطلع بمضاعفات، واثنين يفضلوا عندهم بعض الالام نتيجه للضغط على العصب. لان هو ليه الالم بعد العمليه ما بيختفيش في بعض الناس؟ القصه مش مجرد الضغط على العصب، ان العصب اتاثر من المده بتاع الضغط، فبدا يحصل حاجه بنسميها تليفات في العصب او ضمور في العصب او ضمور في الحبل الشوكي. فالعصب ده علشان يقول ان انا تعبان فبيعمل الالم. الالم ده ظاهره من ظواهر شكوه العصب يعني. في العمليه اقدر اشيل الضغط اللي على العصب، واقدر اسلك العصب، واقدر احاول انقل مكان العصب من مكان لمكان في بعض العمليات. لكن انا ما بغيرش العصب، يعني العصب ما بيتغيرش، احنا مش بنشيل العصب ونركب عصب بداله، واخد بال حضرتك؟ احنا في الجراحات النهارده لما بنيجي بقى الكلام ده اقدر اعمله مع الغضروف، لكن مش هعمله مع العصب. يعني انا النهارده بعمل غضروف مثلا زي كده، زي غضروف مثلا عنقي او قطني. بعد ما بشيل الغضروف، ما انا عندي لازم اعمل حاجه اسمها تركيبه بديله للغضروف. في الرقبه بيبقى قفص غضروفي او غضروف بديل، او الغضروف اللي هو الايه المعدني او الاكريليك او ايفر، انواع كتيره جدا بيبقى على الترابيزه كده، اقدر اختار منها اللي انا عايزه. طيب في الظهر في غضروف بديل كان بيتركب، بس ده نسبه نجاحه مش عاليه قوي. في الدعامات او الشرايح والمسامير او المسامير والقضبان، كل دي عوامل بتؤدي الى نجاح العمليه وتقويه العمود الفقري. الجراحات النهارده ميزتها انها بقت جراحات مش عاديه تقليديه، بقت جراحات ميكروسكوبيه، بنسميها احنا ذات تدخل دقيق محدود. هي جراحات التدخل المحدود. بس برضو علشان نوضح، في ناس تقول الجراحات اللي هي التدخل المحدود ما فيهاش جرح. طب هي اسمها جراحه ليه؟ لان فيها جرح. مبدئيا الجرح يكبر او يصغر، ديت على حسب متطلبات الحاله. يعني لو انا بشتغل على غضروف واحد، الجرح بتاعي ممكن يبقى 2 سم او سنتي ونص ل 2 سم. طب لو انا بشتغل على 3 غضاريف او 4 فقرات، ادي كل فقره 1.5 سم او 2 سم، يبقى انت ممكن الجرح بتاعك يوصل ل 8 سم. هي القصه مش ان احنا بنكبر وخلاص، لا، على حسب انا هعمل كام. الجروح دي ممكن تبقى متعدده اشكال كتير، ممكن ادخل جرح يمين وجرح شمال وتحتيه يمين وشمال يمين وشمال، يبقى طلعت في الاخر باربعه يمين واربعه شمال، واحد فوق واحد تحت، 10 جروح، كل جرح سنتي ونص. المدرسه بقى اللي هي العالميه اللي هي منتشره اكثر انتشارا، يقول لك لا، طب انا اعمل جرح واحد في النص 5 سنتي 6 سنتي، هقدر اخد الناحيتين واجيب الناحيتين. كنا بنخاف زمان من ان احنا بندخل جوه العضله. احنا ما عدناش بندخل جوه العضله. احنا كنا بنعمل الاول زمان كان حاجه اسمها ماسل كاتنج، قطع العضله. النهارده حاجه اسمها ماسل سبليتنج. يعني ايه؟ انا بزحزح العضله، بحرك العضله. في نهايه العمليه العضله بترجع لمكانها تاني. فالعضله اللي هو ناس كتيره جدا بقى بتشن على الجراحات، يقول لك بص ده بيقطع العضله. ما بنقطعش عضله. ما عندناش حاجه اسمها قطع العضله دلوقتي، احنا بنبعد. في عندنا حاجه بنسميها حتى مبعدات للعضله، ها، سيلف ريتيننج للعضله، ان انا ببعدها وادخل اشتغل وفي الاخر ارجعها لمكانها از ات از، ما كانش كاني ما عملتش فيها حاجه قبل كده.
الجلد من بره ده بيتخيط يعني يعني سواء بقى غرز تجميليه سواء غرز حديثه سواء بحاجات لاصقه، عندنا حاجات كثيره جدا بتقفل بقى الجلد. لكن المحصله في الاخر ان انا عندي مشكله ضغط على العصب نتيجه لمجهود زياده او لحادث او لعوامل العمل او المجهود او كده، انا بحل الموضوع ان انا هتدخل عندما يكون التدخل هو الحل الوحيد والامثل لمثل هذا الموضوع. في بعض الاحيان اقول لك لا، هنا التدخل الجراح حتى ما نقدرش نوصل له. يعني بيجي لنا ساعات مرضى عندهم مثلا هشاشه متقدمه جدا في العظم وفقرتين مكسورين في المنطقه الصدريه، يعني كان عندي حاله من يومين عندها اربع فقرات في المنطقه الصدريه مكسورين نتيجه لوجود هشاشه متطبقين في بعض. انا لو هدخل اعمل ايه دلوقتي؟ لو دخلت وعملت تثبيت وفردت الظهر ما هيبوظ العمليه مجرد ما هتيجي تقف. واخد بال حضرتك؟ دي ممكن تلاقي عندها خلل في الغده الجردرقيه. بيبقى عندهم خلل في الغده الجردرقيه الباراثيرويد، بيبقى عندهم مشاكل كتيره جدا في مرض مثلا زي السكر وبياخدوا ادويه ضغط وحاجات زي كده، الحاجات دي كلها بتزود الهشاشه. او في ناس ما بتعرضش للشمس. يعني في ناس وخاصه في السيدات ما بيشوفوش الشمس. فبالتالي اللي عندهم فيتامين د ولا عندهم كالسيوم ولا عندهم بروتين بيبقى في العظم. ساعات من العادات الغذائيه السيئه يعني الاكل الغير صحي والفاست فودز والمياه الغازيه والحاجات دي كلها ما بتهلك العمود الفقري. انا كان عندي بنوته كده عندها بتاع 28 سنه قلت لك انا بشرب 2 لتر في اليوم مياه غازيه مش هتلاقي وجوزها جاي بيشتكي منها جدا عشان الضغط يعلى جدا بسبب الهايبوكاليميا. الضغط والوزن بيزيد والسكر بيعلى والهشاشه بتزيد المواد الاشربات الغازيه دي بتقلل البوتاسيوم جدا بتعمل هايبوكاليميك هايبرتنشن بتقلل البوتاسيوم فالضغط بيبدا يرتفع. لا في ناس بتبقى مدمنه هي برضو عادات غذائيه سيئه. واخد بال حضرتك؟ بننصح دايما الناس انها تقوي العمود الفقري انها تخلي بالها يعني وخاصه السيدات خلي بالكم وما تستهونوش الوقعه الصغيره بتاعت السيراميك ما تستهونيش الوقعه بتاعت السلم ونسيتيها. تقول لك اصل انا اتزحلقت على السلمتين ده من سنتين دور عليها بعدها على طول لان السنتين دول كفيلين ان الشرخ اللي كان صغير قد كده يوسع والانسجه تدخل في النص ما بين العظم المكسور وبعضه وما يخلوش يلتئم ولا يلحم تاني. ها لكن انا لو من بدري عرفت المعلومه دي هنام هريح البس حزام هاخد العلاج المناسب وعلاجات منشطه لالتئام العظم هيجيب معايا نتيجه لكن ما سيبهاش سنه واتنين وادور عليها بعدها يا ده كانت الوقعه اللي هي من سنتين. وحضرتك بتتكلم كده جه في دماغي مثل او جه في دماغي تعبير مهم. التعبير دوت يعني عشان يفهمنا ازاي الاسره الطبيه انا بسميها الاسره الطبيه تتعامل مع الحالات. التعبير في ايه؟ في كره القدم في لعيب بيلعب حارس مرمى وفي لعيب بيلعب باك يمين وفي لعيب بيلعب في خط النص وفي لعيب بيلعب مهاجم. الفريق بيبقى ناجح طول ما كل لعيب محافظ على مركزه ومنطقته اللي بيحافظ عليها وبيدافع عنها وبيلعب فيها. فكره انه يجي في دماغ الباك اليمين ده انه يلعب مهاجم فيسيب مكانه ويطلع يلعب قدام كده يهاجم ولا حارس المرمى يعني يروح جاي جاري لقدام انا عايز احط جون ارقص اثنين ثلاثه واروح احط جون زي المهاجم، المهاجم اللي بياخد النجوميه ومش احسن مني بياخد يعني. الشهره يعني مش احسن مني يعني. هذا اشبه بما يحدث احيانا من بعض عناصر الاسره الطبيه في فرع من الفروع. بما ان احنا بنتكلم النهارده عن الالام والعمود الفقري فدي اسره طبيه. فيها جراح المخ والاعصاب والعمود الفقري. فيها طبيب البطنه المخ اللي بيتعامل مع امراض خاصه بالبطنه المخيه. وفيها اخصائي العلاج الطبيعي او دكتور العلاج الطبيعي اللي بيتعامل وله دور مهم جدا جدا وفي دكتور علاج الالم. كل واحد من دول له منطقه تعامل مع الحالات المرضيه. الكارثه بقى انه حد ينسى منطقته ينسى مساحته المفروض اللي بيقوم فيها بدوره ويبدا يطمع في مساحه غيره. هو مدافع فيقول لك لا انا هلعب مهاجم. هو راجل بتاع علاج طبيعي على عيني وراسي شركاء مهنه وجزء من الاسره الطبيه دكتور علاج طبيعي. ليه بتعتقد انك هتعالج كل الحالات؟ ليه كتبت على نفسك كده ونعالج كل حالات الانزلاق الغضروفي بدون جراحه؟ انت كده بتقول كلام غلط. مش كل حالات الانزلاق الغضروفي بتعالج بدون جراحه، ده كلام مش علمي خالص.
فيرجع لا كتير بس من الحالات كتير ولا شويه ولا نص 50%. هو ده بيخلي يفقد المصداقيه وفي نفس الوقت بيخلي المريض بيبقى الضحيه في بيلخبط. يعني ساعات بيبقى المريض الحقيقه بيصعب عليا جدا ان يعني بيروح ناس كتيره وبيلف وبيجي لي 20 روشته 30 روشته واشعاعات قد كده. ليه؟ ما اصل كل واحد اقنعه وفهمه ان بص انا اللي هحل لك الموضوع مش يبقى الموضوع مترابط. هي في رساله مهمه قوي عايز اقولها والله بجد ومش عشان احنا بس مصريين، ان عندنا الطب في مصر متقدم جدا 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 بالمقارنه بالطب حتى في الدول الاوروبيه، مش هزار عندنا مش هزار. انت سهل هنا، والرساله دي بوجهها لكل اخواتنا العرب، لان الحقيقه من الحاجات اللي بقت يعني بلاحظها كتير ان هم بيستسهلوا يروحوا الهند، يطلع على تركيا، يروح يتعالج في الصين، يروح يتعالج في اوروبا، وبجد بيحصل مآسي معاهم هناك. يعني بيحصل مآسي بس ما حدش بيفتح بقه حقيقي. يعني انا بكتشف ان بقى في شركات كامله للتسويق الطبي موجوده في الوطن العربي انها تودي تركيا بالطيران والفنادق والسهر والبتاع ونعمل لك مش عارف ايه. بيرجعوا لنا والله العظيم قسم بالله بيرجعوا لنا عندهم مشاكل رهيبه جدا واخطاء كل حاجة. واخطاء علميه قاتله في الجلد وبيجونا زراعه الشعر بيجونا الكلام ده كله بالظبط. بيجونا بقى اللي بيروحوا الهند بمشاكل مسامير اللي داخله في العصب واللي في الحبل الشوكي واللي هنا. احنا عندنا في مصر امكانيات عاليه جدا وفي نفس الوقت الطب في مصر غير مكلف. لا غير كمان احنا ماشي واحنا عشان فرق العمر، لكن احنا مهريين جدا مصريين مهريين وبيجي هنا يعني دي دعوه لهم تعال وتشوف البلد فيها بلدنا جميله وهاديه وفيها كل حاجه. لا والحقيقه الدوله موفره لنا كل الاجهزه الطبيه العلميه، احدث ما يوجد في المراكز العلميه الكبيره في العالم موجود عندنا في مصر. يعني دي من الحاجات اللي احنا ما عندناش فارق بيننا وبينهم. والخبرات احنا ما عندناش حد ما بيسافرش في السنه مره واثنين وثلاثه. هو بيسافر ليه؟ بيجيب علم جديد ويطبقه في شغله وبيطبقه في مجاله. فالطب في مصر على جميع التخصصات واكتر بلد امان. نورت وشرفت حقيقه والله. نورت حقيقة والله. يشرفونا وينورونا دايما. انت نورت وشرفت. انت ربنا يخليك يا دكتور ايمن. هم ينوروا ويشرفوا طبعا. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد صديق يهودي، استاذ جراحه المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري كليه الطب العصري جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه العربيه لجراحات العمود الفقري الحبيب الغالي، وطبعا عشره العمر. نورت يا دكتور محمد. ربنا يخليك يا دكتور. خليكوا دايما مع الدكتور. اهلا بكم. أصعب الأشياء دايما إن أنت تيجي في لحظة في حياتك يحصل مشكلة كبيرة جدا وتبدأ ترجع فلاش باك إيه اللي أنت عملته في حياتك وصلك للنقطة دي. مع السمنة نقول إيه؟ لستة لصيقة مع السمنة اللي هي الكوليسترول العالي، ضغط الدم، السكر، وفي بقى يعني نقنقة ما لذ وطاب، نزيد زي ما بنقول مرارة، ده طبعا دهون الكبد موجوده باستمرار، الصعوبه في التنفس في بعض الحالات، نزود ان في قصور في الكلى، نزود ان في خشونه في المفاصل، نزود ان في انزلاق غضروفي، نزود ان في الام مزمنه، فتق في الحجاب الحاجز، ارتجاع في المريء، مشاكل في المعده، كل دي وساعات الانسان يبقى حظه سيء ياخد الباكج كامل. طيب هنا بقى لازم نقف عشان نقرر متى سنجري جراحه سمنه. سؤال مهم قوي، بس اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز الذي يبدع واكيد هو اقدر من يجاوب هذا السؤال بدقه شديده جدا وتوصيف راقي للغايه، المبدع دائما والذي يمتعنا بحواره العلمي الراقي جدا جدا، الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه طب جامعه عين شمس، ومدير وحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وعضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة، ضيفي العزيز اللي بينورني فيه الدكتور. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. سؤالي ذو شقين. الشق الأول هو متى أقرر أن أجري جراحة سمنة؟ الشق الثاني أنا قد توجد في السيتويشن في الحالة زي ما يقولوا حاجة من المنيو، وقد يوجد المنيو كله، ألاقي بقى معاها مواقف جراحية مزعجة جدا، ألاقي مشاكل في المرارة، ألاقي فتق في الحجاب الحاجز، ألاقي ارتجاع مريء، كيف أتصرف عندما يأتي المنيو كاملا؟ العين يجي لي كومبو زي ما بيقولوا. في البداية اسمح لنا أن أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين، كل فريق العمل
الحقيقه طبعا السمنه المفرطه دائما بتيجي بمشاكل قد تتعلق بامراض مصاحبه للسمنه المفرطه، من سكر، من ضغط، من كوليسترول عالي، وامراض كثيره يمكن حضرتك سردتها في المقدمه. لكن طبعا في امراض جراحيه، يعني المراره دي حاجه جراحيه لابد التعامل معاها، فتح الحجاب الحاجز دي مشكله جراحيه لابد من التعامل معاها، فتق في جدار البطن لابد من التعامل معاه. احنا يعني دايما مريض السمنة المفرطة تجهيزه جزء من العملية، يعني معرفة اذا كان عنده حصوات في المرارة لابد يسبق، يعني طبعا تتعرف على ده، يعني ما تدخلش بمريض من غير ما تعمل له سونار. يعني انصح النصيحة الاولى انه كل مرضى السمنة المفرطة قبل ما يدخل يعمل عملية لازم يعمل سونار يطمن على المرارة، لان من ضمن الحاجات اللي يمكن الخمسة اف اللي كان بيجوا مع المراره من ضمنهم الناس اللي هم المصابين بالسمنه المفرطه، دايما في الستات في سن الاربعينات، في الولادات، اكيل الدهون ودهون. طبعا كل الناس دول اللي هم مقبلين على علامات السمنه اعمل سونار. لو عندك حصوه في المراره لابد ان انت تعملها، تستأصل المراره مع عمليه التكميم او عمليه التحويل. الناس بتخلط يعني في النقطه، دايما بسالها بيسالوها احنا ليه لازم نشيل المراره، يعني بالرغم انه في حصوات الكلى احنا مش بنشيل الكلى، يعني احنا بنشيل الحصوه بس وبنسيب الكلى، لكن في المراره ليه كل الجراحين بيشيلوا المراره؟ المراره عشان تعمل حصوات اصلا جدارها بيبقى متليف، لا يفرز، لا يعني مش شغال، مش هينتج حاجه ثاني، ووجوده وجود الحصوات في المراره، يعني جدار المراره ده، هي المرارة ما بتصنعش بوايل، هي بتخزن بس العصارة المرارية عشان نقدر نستخدمها أو الجسم يستخدمها في وقت أكل الدهون، يعني طبعا ريزرفوار. فاستئصالها هي ضرورة لمنع حدوث المشاكل في المستقبل، لأن وجود الحصوات في المرارة مش هيمنع أن الحصوة دي تروح القناة المرارية تعمل صفرة انسدادية، وجودها مش هيمنع أن الحصوة في المرارة تروح للبنكرياس تقفل القناة المرارية بتاعة البنكرياس، وبالتالي تعمل التهاب في البنكرياس مميت. وجودها يعني طبعا بيعمل مغص كلوي، مغص مراري طول الوقت، ويقفل حصوه ويقفل فتحه المراره نفسها، وقد تصل الى ان المراره يحصل لها جنجرين او يعني نوع من الغرغرينه. فطبعا وجود حصوات المراره بصفه عامه يتطلب استئصاله لو احنا داخلين نعمل عمليه سمنه سواء تكميم او تحويل. ويمكن نقطه قلناها سابقا ان الناس اللي عملت تحويل مسار عنده حصوه في المراره، استأصل المراره مع عمليه تحويل المسار اذا كان فيها حصوات، مش لازم. اصل الناس احيانا طبعا بتقول ان انا لازم اشيل المراره حتى لو ما فيهاش حصوات، احنا ما بنعملش كده ومش منصوح بيه طبيا ومش حاجه اسمها كده. المراره فيها حصوه مع عمليه تحويل او تكميم شيلها، لان ما بعد ذلك دخول المنظار، فالناس اللي عندهم عاملين تحويل مسار مش هيسمح لك ان انت تصل للقناه المراريه بسهوله. لكن في طرق تانية طبعا قد تكون يعني صعبه شويه في دخول المنظار القانون المراريه، لكن احنا مش لازم نعمل كده، مش لازم نستخدم كولودوكوسكوب، ومش لازم ان احنا نعمل منظار جراحي عشان ندخل المنظار القنوات المراريه. لكن انصح بالناس كلها ان تعمل يعني سونار على البطن، عندك حصوه شيلها مع التكميم، شيلها مع تحويل المسار. ارتجاع المريء، ارتجاع المريء من الحاجات الخطيره جدا اللي لابد من تقييمها ما قبل اجراء عمليات السمنه المفرطه. ارتجاع المريء قد ينتهي بورم في المريء على المدى البعيد. ارتجاع المريء هو من الامراض المزمنه شديده الخطوره والتاثير بالسلب طول الوقت على خلايا المريء. انصح كل الناس اللي هم عندهم ارتجاع مريء وعندهم سمنه مفرطه ومقدمين على اجراء عمليات تكميم او تحويل ان انت اعمل منظار معدة. منظار معدة برضو عايز أوضح للناس هو حاجة سهلة، يعني ناس يعني طبعا تقول له منظار يقول لك يعني ازاي بقى. المنظار مرتبط في الذهن بمنظار اللي هو بتاع الكبد بتاع زمان، بتاع الفيروسز أو بتاع اللي هو دوالي المريء بتاع زمان اللي بيبص كده ويقعد ينزف العيان، يعني ما بقاش كل الكلام ده. الكلام ده بقاله يعني عشرات السنين بيتعامل بكفاءة عالية جدا، خمس دقايق ان اند اوت، بص على المعدة بتاعتك، بص على المريء. ما حدش يخاف من المنظار، المنظار هو حاجة تشخيصية. الناس زمان كانوا بيعملوا عشان بالهرزية او امراض الكبد المزمنة زمان، كان لهم مشاكلهم وحاجاتهم وما زال بيتعمل حتى الان بس بطرق يعني حديثة جدا. دلوقتي المنظار التشخيصي ما بياخدش فعلا في وقت من 5 ل 10 دقايق،
انت عايز تبص على ايه؟ ده انت داخل المريء في بدايته وهتبص على المعده والاثنى عشر في وقت قصير جدا، عايز ابص فيه التهابات في المريء ولا مفيش، الارتجاع اللي عامل لك تغير في الخلايا ولا لا، عندك فاتق في الحجاب الحاجز ولا ما عندكش. يعني انت المنظار ده يا اما يخليك تعمل تحويل مسار، يعني قد تكون هي الحل الاوحد في الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء وعنده سمنه مفرطه وارتجاع، لازم تعمل تحويل مسار. وقد يكون يعني انت لو قال لك المنظار تقريره عنده بارت اسوفجس او تغير في نوع الخلايا او ارتجاع في اسوفجايتس او التهاب في خلايا المريء، مش هتعمل تكميم، مش هيبقى ليك فرصه ان انت تعمل تكميم. لو عملت التكميم، التكميم يعني ما بتعالجش الارتجاع، بل بالعكس المشكلة هتستمر وقد تزيد في المستقبل، عشان ضغط المادة هيرتفع، هيرتفع. وبالتالي الناس اللي عندهم ارتجاع شديد في المريء، اعمل منظار معدة، قيم الوضع مع الدكتور المختص، وبالتالي هو هيختار لك العملية المناسبة اللي أنصح بيها، وهي طبعا يعني من أفضل العمليات اللي اتعملت. ده حمض المعدة، ده مية نار، ده يعني الناس اللي احنا شايفينه ده والله مية نار وأشد من مية نار طبعا. عشان يطلع ده على خلايا المريء يعمل لك حموضة، ده معناه ان الحمض ملاصق لخلايا المريء من تحت. واحيانا ناس كثيرة جدا بيحصل لها حاجات اسمها atypical symptoms of reflux، انه عنده الارتجاع مش قادر، هو مش عارف يفسره. احيانا بيجيله بأزمة صدرية، يعني واحد عنده ارتجاع عنده أزمة صدرية، هو مش بيشتكيش من حموضة ولا بيشتكي من ألم في فم المعدة ولا ورا يعني صدره كده، اشتكي من أزمة صدرية لا تعالج إلا بمعالجة الارتجاع اللي احنا شايفينه ده، ان صمام المعدة المفروض يفصل يعزل مية النار دي عن خلايا المريء من فوق. بيجي احيانا جدار المريء، جدار المريء غير مؤهل انه يتعامل مع ما يستحملش ده التهاب شديد اهوت في المريء اللي فات. طبعا احنا احيانا بيجي بتسوس في الاسنان، الحمض بياكل في السنين طول الوقت وما تعرفش السبب ايه الا انه ارتجاع في المريء. يعني كثيرا انه الناس تيجي بخنقه ويقعد يعني مش عارف ياخد نفسه ويشرق بالليل، وتلاقيه دكتور الصدريه دايما يقول له لا ده انت، يعني ما يغلب معاه بعلاجات يقول له لا ده انت لازم تروح تعمل منظار، قال انت يعني عندك مشكله في الارتجاع هي دي السبب، لانه ما عندوش حاجه تفسر ان حدوث الاعراض اللي هي الصدريه دي اللي ما بيستجبش طبعا للادويه بتاعه المعده، وبالتالي الارتجاع هو شديد الخطوره على المريء نفسه. ربما يكون باعراض، ربما مريض قلب يعني يشتكي من اعراض يعني قلبيه او يعني مشاكل قد تتعلق به من كتر الالم اللي هو بيجي ورا الصدر بصفه عامه. مريض الارتجاع مع السمنه المفرطه لازم احنا هنعالجهولك، بس باختيار نوع عمليه من اقوى العمليات اللي اتعملت في التاريخ لعلاج الارتجاع، هي تحويل مسار المعده الكلاسيكي، وهي كلها عمليات تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره قد لا تستغرق من نص ساعه لساعه، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى وبترجع لحالتك الطبيعيه. يبقى انت عالجت الارتجاع وعالجت كمان الحموضه في نفس الوقت. واحنا بنشوف تحويل المسار برضو يعني عمليه بتخدم اكتر من جانب، يعني وليها مميزات كبيرة جداً. جميلة جدا جدا جدا، تقليل لكمية الأكل. ودي طبعا الباوتش دي الصغيرة دي هي دي الباوتش بتاع تحويل مسار المعدة الكلاسيكي. الجزء اللي احنا عزلناه الصغير ده بناكل فيه، والجزء المستبعد من الأمعاء ده اللي بقى مسؤول عن امتصاص سكريات الدهون، وكان كمان لو واحد عنده ارتجاع الحمض اللي في المعدة ده كله هينزل بقى بعيد على يعني أكتر من بعد متر عن المريء، وبالتالي عمره ما هيطلع فوق الا يعني في بعض الناس بقى اللي بقى حظها سيء جدا، وقد يحدث. يعني عملت تحويل مسار معده كلاسيكي من شده خطوره مرض الارتجاع ممكن يرجع تاني بعد تحويل مسار المعده حتى الكلاسيكي في ابطو 11% من الناس. انا مش بصدم الناس والله، بس دي حقائق علميه، وعندنا طرق تانيه لعلاجها حتى لو حصلت بعد تحويل مسار المعده الكلاسيكي اللي هو بيعالج اصلا الارتجاع، عندنا طرق تانية بنقلل بيها الارتجاع وبنعالجه. يعني الناس اللي هي عملت تحويل مسار ورجع لها الارتجاع بعد فترة، انت ليك حل، اوعى تستنى بنعمل راب وممكن ناخد المعدة المعزولة ونلفها كأنها نيسن فاندوبليكيشن ونضيق العضلة. لو عندك فتق في الحجاب الحاجز او انت بتشتكي من ارتجاع، قد يكون عندك اصلا فتق، يعني عملت عملية تحويل مسار وما استريحتش يوم، عندي ارتجاع وعندي حموضة ومش عارف ايه السبب، اعمل منظار، اعمل اشعة مقطعية، يعني من افضل الحاجات اللي تشخص الفتق. ساعتها ممكن على نفس العمليه مش هنغيرها، بالرغم ان احنا عملنا العمليه دي لعلاج الارتجاع، ولو حصل لك رجوع في الارتجاع ربما يكون عندك فتق في الحجاب الحاجز، بندخل بنصلحه ونسيب العمليه زي ما هي. في طرق طبعا كتيره جدا لعلاج
الحموضة ما بعد عملية تكميم المعدة، عملت عملية تكميم معدة وعندك ارتجاع مريء، ما تسكتش على نفسك، ليه تستنى لحد خلايا المريء بتاعتك ما تتآكل؟ لا، اعمل منظار معدة. منظار المعدة ده صديق لمرضى الارتجاع، هو صديق لأساتذة الجراحة، جراحات السمنة بصفة عامة. احنا بنحب المنظار، بنحب نعمل أشعة مقطعية طول الوقت على المعدة ثلاثية الأبعاد، بتستبعد وجود فتق في الحجاب الحاجز، يمكن إصلاحه بسهولة، عملية بسيطة جدا، ترجع الفتق في مكانه وتاخد غرزتين على العضلة وتبقى عندك صعوبة في الأكل. قد يكون الارتجاع ما بعد عملية السمنة هو يعني واحد بياكل كويس جدا على مثلا مدة سنة سنتين وبعد كده عنده صعوبة في أكل البروتين أو صعوبة في الأكل بصفة عامة، أنت عندك فتاق في الحجاب الحاجز، أنت عندك يعني حموضة أدت إلى تآكل خلايا البنكرياس، أنت مش مستحمل أصلا أي كمية أكل أو أي كمية حاجة تعدي على المريء. افحص نفسك، ما تستناش. يعني الحموضة ما قبل عملية السمنة أو ما بعد عملية السمنة يمكن إصلاحها، وهي أكتر الحاجات التي تؤرق جراح السمنة أو جراح أو حد الناس اللي عندها مشكلة في الارتجاع وعملت عمليات ورجع لها الارتجاع مرة تانية. أنت سهل علاجك، بس شخص نفسك وعالج ده، هتحس ان الامور بسيطه يعني، ما لكن ما تسيبش نفسك وعندك ارتجاع. الجزء اللي فات ده جزء برضو تقني قوي في الجراحه، يعني اللي هو اختيار او اساليب معينه للتعامل مع سيتويشن جراحيه زي فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء ما بعد عمليه السمنه، ما بعد جراحات سمنه قد تكون بعضها لم يؤتي ثمار ويعاد مره اخرى، زي تكميم المعده مثلا. طبعا طبعا يعني انت ممكن تعمل تكميم معده وتفاجئ ان انت بعد سنوات، لو كان التكميم عاده اللي بيعمل فتق في الحجاب الحاجز ما بعد التكميم وجود ضيق او التواء في تقنيه التكميم نفسها، يعني ممكن تلاقي تكميم معده وفيها ضيق، البريشر زاد، المعده طقت في الصدر، طب وبعدين؟ ما هو ده بيحصل جزء تقني في العمليه، احيانا قد يؤثر على مستقبل نجاح عمليه التكميم. عشان كده احنا بننصح بالتقنيه الشديده، الحرفيه الشديده في اجراء العمليه. انت بتعمل عمليه في نص ساعه ولازم تعملها بحرفيه عاليه جدا، لان العمليه دي هتلازم المريض مدى الحياه. ما تستخسرش في المريض وقت في ان انت تعمل له العمليه على كاليبريشن تيوب كويسه، بوجي بمقاسات مظبوطه، عندك تقنيات زي الاومنتال فيكسيشن اعملها، عندك مستهلكات طبيه على اعلى مستوى استخدمها. انا قصدي ادي العيان راجع عليه مره واثنين، وخطط لغيراتك وخطط للبساتك وخطط لكل حاجه في سبيل العمليه اللي انت هتعملها في نص ساعه دي، هتلازم مريض قد يعاني منها مدى الحياه. فلازم فيها الحرفيه الشديده في اجراء العيان. كلامه كمان له قيمه كبيره جدا. عيان يصف أحلامه طموحاته، بيفكر دايماً بعد العملية إيه اللي هيحصل، نفسي أقدر أرجع تاني لشكلي لو كان فاكر شكله وهو قبل ما يكون عنده سمنة، أو يشوف شكله الحقيقي. لأن السمنة مش بيحب، ما بيحبش. لا أنا أقصد إن ساعات بيبقى كان رفيع في وقته وبعدين تخن، فهو عايز يرجع يفتكر أيام ما كان رفيع. والله ما بحب، ما بحبش يرجع للزمن ابدا، هو عارف شكله اتولد، مش عايز يفتكر، مش عايز يفتكر اي حاجه فيه خالص خالص. ده شيء مهم ان هو اتولد النهارده. تعالوا نسمع المرضى ممكن تقول ايه، اكيد كلامهم ممتع جدا مع كلام ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم صبري. اسمي اشرف محمد محمود، 57 سنه. كان عندي، كنت بشتكي من فتاق متعمق، عملته مرتين قبل كده بشبكه كامله وكان بيتردد ساعتها. وصل بيا الامر ان انا وصلت لوزن 141 كيلو، وكان مفيش مستشفى او دكتور جراح عايز يعمل لي عمليه الشبكه والفتاق. رحت للدكتور كريم، عملت عمليه التكميم. الحياه بالنسبه لي اتغيرت تماما. كان عندي السكر بتاعي 420، من ساعتها الحمد لله انا مفيش سكري 85. كان عندي الضغط راح، وصلت ل 94 95 كيلو. اتولدت من جديد على ايدين دكتور كريم، واتعملت عمليه الفتاق بعديها بسنه، والحمد لله الدنيا قدامي مبهجه وشايفها بشكل تاني خالص. والتشاؤم والاكتئاب اللي كان عندي الواحد عشان السمنه وقله الحركه، كل ده انتهى، وشايف الدنيا من بشكل تاني ونظارة تانية خالص. وعشان ما لقيتش أي أعراض عندي جانبية ولا قيء ولا أي حاجة من الحاجات دي، أنا شكيت إن دكتور كريم كان بياخدني على قد عقلي،
وبيقنعني ان انا اعمل العمليه، لان هو الوحيد اللي وقف جنب مني وعمل لي العمليه، والحمد لله نجحت وعملت لبنتي العمليه عند دكتور كريم، وخست في خلال 3 شهور حوالي 28 كيلو، وعملتها للمدام الجديده بتاعتي، وبقى لها حوالي 20 يوم خس 10 كيلو، وبالتوفيق ان شاء الله يا دكتور كريم. اهلا بيكم. في حاجتين دلوقتي بقوا عاملين خطوره على سنان البشر من ضمن ال 500 الف حاجه، يعني مش هم دول بس اول حاجه الفيديوهات او السوشيال ميديا، والفيديوهات اللي فيها نوع من اقول ايه، عدم التركيز. لانه ساعه لما يكون انسان في حاله سعاده في حفله في مع اصحابه، في حاجتين في الغرب بقى، في كمان كارثه اسمها الكحول، انه ناس بتشرب في ودي نصيبه سوده، فبيفقد اتزانه، وبعدين بيصور، فهو بيصور، هو مش مركز في هو فين، ايه اللي حواليه، صاحبه جنبه، هو بص للكاميرا، مقرب من حد مقرب منه، فبسهوله شديده هو في حته خطره، بيتحرك فين بالظبط، عينه على الكاميرا، انتم متخيلين المنظر، فبيخبط في حاجه تكسر له سنة، تكسر له سنتين ثلاثة. ده اللي حصل في قصة واحدة بريطانية في حفلة، فتاة بريطانية، البنت ديت كانت قاعدة في اسمها كاتي أوتامين كاتي، كانت في خروجة مع العيلة مع زوجها وصحابه وبتاع، وفرحانين بالخروجة وفرحانين بالسهرة، وعمالين بقى اللي يصوروا مش عارف ايه، وفجأة تتعرض كاتي إلى خبطة جامدة جدا، وتفقد سنانها كلها بشكل دراماتيكي مخيف زي ما شايفين في الصورة اليمين. طبعا اللي احنا شايفينه، وخلي بالكم شوف الفرق في السنان، يعني لو انتوا بصيتوا للصورتين، هي ديت مش سنانها وقعت، سنانها في حادثة، في خبطة، في لحظة فقدت سنانها، بس مع ذلك تشوف الوش وكأن الوش كبر فجأة، كبر فجأة. طبعا مع التكنولوجيا المتقدمة في عالم الأسنان قدرنا ان احنا نرجع تاني لكاتي بوشها الطبيعي، لكن ارجع اقول لكم تاني انه المخاطرة بالسوشيال ميديا والفرحة طبعا، والحركات بقى اللي بتتعمل على التلفزيون اللي هو بقى حركات الخطورة، يعني صورني يا باشا وانا مثلا بجري جارية جامدة جدا فوق بتاع كده، واتزحلق واطير مش عارف الكور، واعمل حركات بقى اتشير بيها، على اشوف بقى الريتشي ولا مش عارف اسمه ايه دوت كام الف هيتابعوني، اصل انا ليا فولور، والنتيجة بتكون خطيرة جدا بالنسبة للناس دول. يا اخي ما فيش مشكلة يبقى لك فولور في اللبس، في الشياكة، في الفاشن، لكن بلاش في انك انت تكون مغامر او بتاع حركات خطرة، لانه السنان هي من الحاجات اللي بتدفع الثمن، من ضمن ممكن الثمن ده يكون اخطر كمان، يعني ممكن الثمن ده يكون ان انت يجي لك اصابه خطيره في العمود الفقري، لكن السنان ما هي برضو اصابه خطيره. النهارده حوار ممتع جدا مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان، النهارده الحوار سيكون بالتفصيل، والنهارده في نقاط جديده كعادته في عالم طب الاسنان، دايما الحوار بيكون مع واحد من ميجا ستارز السنان النهارده وطب السنان الممتع جدا، مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكاتي. انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكلي. الزراعه دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجه ناشفه عشان خاطر الزرعيه. لا، الطالب المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تاكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجه اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي
استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز، القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع، واحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان، بيمتعنا بحواره الشيق دايما الأستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية وعضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور أيمن، زي حضرتك. الله يخليك. قبل ما أدخل في المواضيع النهاردة وأنت جايب لنا مواضيع جديدة، كم واحد بيجي لك في الكلينيك من الناس دي، من الناس اللي عاملة كارثة؟ لا كتير جدا، وخصوصا إن هو يعني شكله كله بيروح بعد ما يفقد أسنانه. احنا عندنا الضحكه هي اول حاجه بيقع عليها عين البني ادم واحنا بنتكلم مع بعض، فاول ما الاقي ان مفيش اسنان ده بيعمل لي اتراكشن ان في عندي مشكله، وده بيخليه يهز ثقته بنفسه. يعني دايما هتلاقي اللي عنده مشكله في اسنانه الاماميه قاعد بيضحك كده اهو، ما بياخدش راحته في الضحك، دايما هتلاقيه قافل بقه، هتلاقي دايما عنده مشكله في الكوميونيكيشن بتاعته. بس في نقطه مهمه جدا، كل حد بيتخبط مش لازم السنه تتكسر عشان يبقى فيه مشكله. يعني انا مجرد ما اتخبطت خبطه جامده في اسناني لازم اروح لدكتور الاسنان، لان ساعتها عصب السنه نفسه بيموت وبيتعفن بعد كده، ويبدا يعمل لي خراج في كيس دهني، بيعمل لي مشاكل تانية كتير قوي. فدايما انا بنصح اي حد اتخبط خبطه جامده في اسنانه حتى لو ما اتكسرتش لازم يزور دكتور الاسنان بتاعه. طبعا السوشيال ميديا خلت في يعني هرجله وجنون مش طبيعي. ما انت بتلاقي مثلا واحد يا عيني سايق موتوسيكل وماسك الموبايل بيصور، طب ده جنان ده بالظبط، وفي اللي بيقعد فوق العربيه وهي ماشيه وينط من فوقيها مش عارف ازاي. لا ده دول مجانين. لكن انت مثلا انا بكلمك على ابسط الجنان، صح. هو سايق الموتوسيكل المفروض مركز، صح. وماسكه بايديه الاثنين وهو على عجلتين، لا المفروض ماسكه بايديه الاثنين، ساب ايد وماسك الموبايل وبيكلم الحد في الموبايل او بيعمل بقى الفولورز بتوعه، الفيديو بتاعه يعني. فينشقلب مشكله بقى السنان دي، ابسط حاجه في قصه الحادثه ده في عمود فقري وفي ناس بتروح خالص. اوكي، النهارده انت جاي لنا بموضوع مهم جدا اسمه العضه. ايوه طايت. ايوه، ايه حكايه العضه دي؟ الناس تفهمها الاول وبعدين كلمني عن رفع بقى العضه. العضه دي هي تطابق الاسنان مع بعضينا، وده اللي بيخليها تمضغ. يعني طول ما هي مظبوطه احنا بنمضغ كويس. لازم تتظبط ازاي؟ لو احنا اسناننا معوجه ومش قافله مظبوطه لازم نبدا نعمل التقويم بتاعها عشان نقفل قفله مظبوطه. لو انا عندي ضرس او سنه ناقصين انا كده بدات احمل غلط على الاسنان بتاعتي اللي هي بالتالي هتسمع في المفصل بتاعي. تعالى نفترض، هنتكلم بطريقه مبسطه عشان الناس تفهمنا، لو باب اللي هو متعلق على مفصلتين او ثلاثه بدانا نعمل عليه حمل بشكل مش مظبوط، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل حمل زيادة في حتة من المفصلات عن الحتة التانية. نفس القصة بالنسبة لمفصل الفك. طب ده بيترجم بإيه؟ إيه المشاكل بتاعته؟ بيبدأ يحصل التهابات في الأربطة اللي ماسكة الغضروف في مكانه. طب الغضروف ممسوك بأربطة جامد قوي من كل ناحية، هل هنعرف نحركه؟ لا. لو حصل له التهابات بتبدأ الأربطة دي ترتخي، اللي بيترجم معانا بعد كده بصوت طقطقة. طقطقة ده بيبقى الغضروف طلع من مكانه ودخل، فبيترجم بالنسبة لي إن أنا وأنا باكل بسمع صوت طقطقة. طيب ايه المشكلة بتاعت ده؟ مشكلة ان الحمل على الغضروف بيبقى مش متساوي، فبيبدأ يحصل تآكل في الغضروف في حتت اكتر من حتت، اللي بيخليها بعد كده تتقطع ونخش في عملية وقصة ان احنا مش عارفين نقفل ولا نفتح بقنا. طيب تفادي ده ازاي وعلاجه ازاي؟ احنا بنتفاداه ان احنا لازم يكون عضتنا سليمة، نمضغ بطريقة مظبوطة عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على المفصل. يعني ناكل يمين زي الشمال، يعني ما عنديش سنان ناقصه، يعني ما عنديش سنان معوجه. فلو عندي حاجه من الحاجتين دول لازم ازور الدكتور. لو عندي صوت الطقطقه لازم اجري على الدكتور عشان يحلها لي قبل ما يحصل قطع في الغضروف بتاعنا. طيب لو انا لحقت سمعت صوت الطقطقه فجريت على الدكتور، في عندنا من اول ان احنا ناكل حاجات سوفت فتره ونبدأ نشوف ليه الطقطقة دي حصلت. هل أنا باكل على جنب أكتر من جنب بسبب نقص أسنان أو حاجة زي كده؟ هل سناني معوجة؟ هل بجز على أسناني؟ ونبدأ نشيل السبب بتاع المشكلة دي. لو الموضوع تطور شوية بنبدأ نعمله حاجة اسمها رافع عضة. رافع عضة ده بيعمل إيه؟ لو إحنا افترضنا أن ده رأس المفصل، رأس المفصل وده التكويف اللي في الجمجمة اللي بايت فيه رأس المفصل، فهو بينهم في الغضروف، بنبدأ نرفع العضة عشان نعمل سبيس يرجع فيها الغضروف لمكانه مرة تانية ويحصل له عملية الالتئام الطبيعي. لو احنا سيبنا لحد ما يقطع الغضروف بتاعنا هنضطر بقى نخش في عملية ترقيع في المفصل الفك وقصة. احنا يعني عمر ما المفصل، عمر حاجة بتاعت ربنا بترجع زي الأول طبعا. ف
فاحنا لازم نحافظ على نفسنا من الاول ان احنا ما نوصلش ان احنا عندنا التهابات في الاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانها. ولو حصلت لا قدر الله بدات الساينز بتاعتها تبان زي الطقطقه او زي وانا بفتح بوقي ما بعرفش افتح فتحه كامله او زي ان الفك بتاعي بياخد زي اس شيب ديفيشن يعني بياخد زاويه عشان اعرف اكمل الفتحه لازم اجري على الدكتور عشان يلحقني. عايز اروح لبرضه حاجه استهتار الناس بكلمه خراج او بكلمه كيس دهني. هقول لحضرتك على حاجه الموضوع ده موضوع كبير جدا. الموضوع ده بدا الاول كان تسوس صغير او خبطه زي اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه. بيبدا التسوس ده احنا سبناه يبدا ياكل ده عشان خاطر ما فيش فولو اب عند الدكتور بصوره منتظمه. يبدا يتطور يجيب العصب بعد كده يعمل خراج حاد بعد كده يعمل خراج مزمن اللي هو بيبقى اكل في العظم ويتطور لحد الكيس الدهني. الكيس الدهني ده بيتطور لامراض مش كويسه يعني في انواع من انواع الاكياس الدهنيه التي تعامل معامله الاورام يعني بالاستئصال. فاحنا لازم دايما اي مشكله صغيره نبدا نلحق فيها اسناننا. زي ما احنا شايفين اللي فوق ده ده كيس دهني. كيس دهني ده اتقلب بحاجه اسمها OKC. اضطرينا ان احنا نعمل علاج للاسنان ونشيل الكيس الدهني في عمليه جراحيه ونزرع عظم عشان خاطر ما يتطورش معانا ويبدا يصيب الاسنان اللي حوالينا. احنا ممكن نخسر الاسنان، ممكن يقلب معانا بامراض مش كويسه، ممكن يبهدل لنا الدنيا. ده صوره كيس دهني فوق. خسرنا الضرس كله اللي هو ده بس ده هنا بسبب كان علاج عصب ما كانش مظبوط، فبدا يجمع البكتيريا اللي بدات تضغط على خلايا العظم اللي هي اشتغلت بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي ان العظم بياكل نفسه. احنا عندنا العظم بيشتغل بنظامين عكس بعض سبحان الله. يعني احنا وشنا واحنا بيكبر بيبدا العظم يزود نفسه من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم ما بيكبرش بالظبط. نفس الكلام ده لما بيحصل بريشر على خلايا العظم بتبدا تاكل نفسها. احنا بنستفيد من الموضوع ده مثلا في التقويم، نعمل ضغط بمقدار معين على على السنه اللي هي بتضغط على خلايا العظم فتبدا تاكل نفسها من ناحيه الضغط وتبدا تزود العظم من الناحيه الثانيه فالسنه تتحرك من مكانها. في حاله البكتيريا والخراج والكلام ده كله الصديد هو اللي بيعمل الاكشن ده، بيبدا يضغط على خلايا العظم اللي بياكل نفسه. جسمي سبحان الله كديفنس ميكانيزم او نظام دفاعي بيبعت يبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز عشان تبطن الاوضه اللي معموله اللي فيها الصديد عشان تقلل البريشر او الضغط على خلايا العظم. بس المشكله ان هو لما بيكتمل الابيثيليال سيلز دي في الاوضه كلها ده بيبقى الكيس الدهني اللي بعد كده بيتطور لحاجات مش كويسه. احنا عندنا ده حضرتك شايف تحت، احنا ده كل الابيض ده كان كيس دهني واحنا شلناه وزرعنا فيه عظم زي ما احنا شايفين. حضرتك كان متبقي بعد الكيس الدهني ال 2 3 مللي للفك، يعني ممكن الكيس الدهني ده يؤدي ان الفك نفسه يبقى ضعيف لدرجه ان اي خبطه تكسره. يعني كل ده كان عظم متاكل بسبب الكيس الدهني اللي قبليه. احنا شلنا الكيس الدهني حطينا زرعنا العظم ده بكميات كبيره، بعد كده عملنا فيه ايوه هنا زرعنا زرعات في المكان اللي كان فيه الكيس الدهني. يعني احنا هنا زرعنا العظم شلنا الكيس الدهني اللي هو مكانه فراغ حطينا العظم استنينا عليه 6 شهور وبعد كده حطينا الزرعات دي بنجاح الحمد لله. يبقى اذن استهتار بالتعامل مع الاكياس الدهنيه قد يكون ثمنه غالي. المسكن مش هو الحل، انت شلت العرض. احنا عندنا الطب بيقول لك وي هاف تو ريموف ذا كوز، احنا لازم نشيل السبب اللي ادى الى العرض، لكن طول ما انا بشيل العرض بس فالسبب شغال بيبهدل الدنيا اكتر. انتم متهمون على فكرة دي جاية هتبقى حاجة لطيفة جاية قادمة قريب في حوارنا كده، بس أنتم متهم. أنتم مين؟ أنتم معشر أطباء الأسنان، يعني هنحاول نبقى كويسين. لا هقول لك بقى الاتهام إيه. ماشي. أنتم متهمون بأنكم أعداء الأطقم المتحرك لسبب ربما يراه البعض أنه يعني أنتم كارهين الأطقم المتحركة لأن المعمل هو اللي بيعمل الأطقم المتحركة، انتوا مش عايزين المعمل هو اللي يتحكم في القصه. انا بكلمك بقى على فكره انا فخور ان انا متهم بده، مش انت بس، كل الفيلد الطبي كله. انا ضد الاطقم المتحركه لاقصى درجه. احنا بنستخدمها، انا بعملها مؤقت للمريض يمشي بيه لحد ما زرعته تمسك. مشكله الاطقم المتحركه ايه؟ اول حاجه احنا طول ما احنا بنستخدم الاطقم المتحركه وبنمضغ عليها بتبدا تتحرك بحركه تلخلخ الاسنان اللي هي ماسكه بمشابك فيها وتبدا تعمل تاكل في السنه نفسها اللي بيخليها تتكسر بعد كده. يعني انا خسرت بقيه الاسنان الموجوده بسبب الطقم المتحرك. المشكله الثانيه ان ده بيخليني ما اعوضش
الاسنان المفقوده بزراعه، انا خلاص معتمد ان في طقم متحرك، وده اللي بيخلي العظم يتاكل. خلي بالك يا دكتور ايمن، اللي بيحافظ على حجم العظم هي الاسنان اللي جواه او البديل بتاعها. البديل بتاعها ده اللي هو ايه؟ الزراعه. عشان كده دايما بننصح ان اي حد بيخلع ضرس لازم يزرع مكانه، عشان ما يبداش العظم يتاكل فيبوظ الضرس اللي بعديه، وتبدا تكر تسحب سنه في الثانيه لحد ما نخسر اسناننا كلها. فانا ضد الاطقم المتحركه، لان انا بعد كده العظم بتاعي تاكل، بوظت الاسنان بتاعتي. نبدا نخش لو في الفك العلوي، العظم اللي تحت الجيوب الانفيه بيقل جدا، فبنضطر نخش في رفع جيوب انفيه عشان نرجعه مره ثانيه. فهي القصه كلها ان احنا عندنا القدره دلوقتي في 2022 ان احنا نعيش باسناننا بقيه حياتنا ثابته. ليه نخش في الهاسل او القصه دي كلها؟ فاحنا محتاجين ان احنا نفكر سمارتر او بطريقه احسن، ان انا عشان احافظ على بقيه سناني لازم اعوض بالزراعه، عشان خاطر استطعم الاكل. الحساسات بتاعت الاستطعام مش موجوده في اللسان بس، هي موجوده في سقف الحلق بالجناب، بتستطعم الحاجات المالحه مثلا. فانا طول ما انا مغطيها مثلا بتركيبه متحركه انا ما بدوقش الاكل. فهل انا منطقي ان انا اقعد بقيه حياتي مش بستطعم اللي انا باكله؟ النكهه بتاعت الاكل مشكله، فانا خسران نكهه الاكل، خسران سنان، خسران عظم. والعظم ده اصلا الشاسيه اللي مشدود عليه عضلات الوش وجلد الوش والكلام ده. فلما العظم بيكش عشان ما فيهوش اسنان، هيبدا الشاسيه ده الحاجات اللي عليه تبدا تكرمش، فيبان سن المريض اكبر من سن الطبيعي. احنا شفنا كاتي من شويه اللي هي بتخبطت بس، كاتي تحولت وكبرت 10 سنين مثلا، كبرت في ثانيه بالظبط بعد يعني الحادثه فجاه وشها مش قبل، ده مش قبل وبعد في خلال شهور، ده قبل وبعد في يوم في ليله. طبعا مش هنتكلم بقى ان الطقم ده كل شويه هيوسع مننا عشان العظم كش، فهبدا ماشي ملازم دكتور السنان على طول، يقع مني عشان خاطر انا عظمي كش وقدام الناس واحراج والكلام ده كله. زي ما احنا شايفين الوش بيتغير اهو، الوش نفسه اتغير. يعني بص حضرتك على الحركه المشهوره، الحركه المشهوره كان الوضع عامل ازاي؟ الناحيه اليمين الست كبرت قد ايه عشان خاطر خسرت اسنانها ومعوضتهاش. نفس الكلام هنا اهو، اللي هي الحركه اللي هي فيها دي فقد الاسنان بالظبط. روبن ويليامز الله يرحمه كان عنده مشكله فقد الاسنان، وكان وشه بدا يبقى فيه التغير ده. صح، اعتقد انه برضه اهماله في التعامل مع الاسنان روبن ويليام هو اللي خلاه ينتحر في الاخر، يعني من ضمن الاسباب. ما انت يعني من ضمن اشكال الاهمال في النفس او اشكال الـ 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 الاكتئاب. الاكتئاب بالظبط. هو اكتئاب مش ظاهر. بالظبط. لانه المكتئب ببدا اسيب نفسي خلاص سناني. المكتئب على فكره ممكن تلاقيه قاعد معاك وبيتكلم وبتاع مزبوط. وهو بيفكر في الانتحار. صح يعني دي خلي بالكم من الحكايه دي. مظبوط كده. هروح بقى لاتهام اخر، انتم متهموا معاك بانه عمليات رفع الجيب الانفي عمليات بالنسبه لكم يعني الى حد ما صعبه ومكلفه ماليا. عمليات الجيب الانفي، رفع الجيب الانفي بقت دلوقتي اسهل من سهوله، بقى في حاجه تكنيك اسمه كلوز ساينس ليفتنج، ان احنا بنرفع الجيب الانفي من نفس الفتحه اللي بنحط فيها الزرعيه. زي ما احنا شايفين الفتحه اللي موجوده الرفيعه دي، ده الضرس لما اتخلع بدا العظم عشان ما تعوضش على طول العظم يكش، فالجيب الانفي كبر ما بقاش فيه عظم نحط فيه زرعات. فبنبدا نفتح فتحه صغيره خالص من تحت زي ما احنا شايفين كده اهو، ايوه، ونبدا نزق منها ادوات بتاعتنا، ونبدا نزق بعد كده سلاين مكانها. هي خرم صغير جدا لا يتعدى الملي ونص يعني. نبدا نزق واحده واحده، هيزق دلوقتي السلاين بتاعها ويرفع الجيب الانفي. بعد ما هيرفع الجيب الانفي يبدا يحط، ايوه كده رفع الجيب الانفي، يبدا يحط العظم بقى مكانها. اوكي، ويبدا يدي فرصه للزرعه انها تسود في الحته. بالظبط، ادي العظم بدا يتحط اهو، ملى السبيس كلها بالعظم، وبعد كده حط الزرعه في عظم. فاحنا تفادينا ده هنا زي ما احنا شايفين الحاجات البيضه الواضحه قوي دي بزرعة. اللي عامله زي السحاب دي، ده رفع جيب انفي، دي العظم اللي احنا حطيناه، ده العظم بتاعنا اللي هو الابيض، بس درجه البياض بتاعته بالزبط. اقل شويه من الزرعه. بالظبط كده. هتلاقيه عامل زي سحاب يمين وشمال. يمين وشمال. بالظبط، ده احنا رفعنا الجيوب الانفيه دي كميات عظم كبيره. وانا عايز اقول ان احنا العظم اللي احنا بنحطه ده بيلتئم مع العظم بتاع جسم البني ادم، بيبقى حته واحده، لدرجه ان احنا هنا حطينا فيه الزرعات وركبناها، وبقى المريض بقى باسنانه كامله. خلينا ما نقولش المريض، خلينا نقول الكلاينت اللي هو فقد اسنانه رجع له اسنانه مره ثانيه. هروح لاتهام اخر
النهارده كل القعده اتهامات يعني. انا جاي هنا اتحط بس في الكورنر. ده مش اتهام بقى. هو ده يعني هو هقوله لك زي ما هو في دماغي كده. انتم متهمون مش انتم انت، لكن الفيل الاسنان متهم بحاجه مش انتوا برضو، مش الدكاتره او ربما الدكاتره. ليه ما بتتصدوش بالشكل الكافي للزرعات الرديئه بحيث ان يكون الموضوع في تجريم واضح لهذه الزرعات الرديئه بحيث ان الظاهره دي تختفي؟ مين قال كده يا دكتور؟ احنا بنتصدى ليها. مش بتكلم على الدكاتره، هو مش دي مش دكاتره، ده هنا الكلاينت نفسه هو اللي عنده مشكله. انا طول ما انا بسترخص وبدور على حاجه تحت السلم عشان خاطر ازرع اسناني، طب ما انا كده موافق ان انا يتحط لي حاجه ليست ذات كفاءه المناسبه. هنا ده الفتحه دي ده عمر عظم متاكل بسبب زرعايه مش مظبوطه. احنا مريض جالنا قال انا زرعت من شهرين وعندي الم شديد على طول، فجايين بنفتح لقينا المنظر ده بعد ما شفنا في الاكس راي ان في كميه ريديولوسنسي او تاكل في العظم شديد جدا موجوده في الاشعه بتاعتنا، هي اللي ادت هي بسبب الزرعايه اللي هي مش مظبوطه. بقى في يعني مشكله ان بقى في يعني التراست دي حاجه مهمه جدا. لازم تروح لدكتور تراستد بالنسبه لك، لازم تتراست الماتيريال بتاعته، الدكتور حرفه وتكنولوجي وخامات، ثلاث حاجات دول. ممكن يكون شاطر جدا بس خاماته رديئه، ممكن الانفكشن كنترول بتاعه ما يكونش كويس، ممكن يكون بيسترخص. طول ما احنا بندور على السعر قصاد الكواليتي احنا بنخسر كتير قوي. الكواليتي اهم حاجه في الدنيا، دي صحتي في الاخر. انا مش هينفع احط حاجه في جسمي مجهوله المصدر، دي مهمه قوي بقى، ولا هينفع احطها مع حد مجهول. فانا لازم حد تراستد مع ماتيريالز احنا فاهمين دي جايه منين، ولازم اروح عند حد بيخاف على اسمه كويس قوي، لان طول ما هو بيخاف على اسمه وبيراعي ربنا فانا هبقى ضامن ان انا في حته كويسه. زي ما احنا شايفين ان هي دي اكس راي باينه ان الزرعيه محطوطه والعظم اللي حواليها جري منها. المفروض اصلا الزرعيه دي عامله زي المغناطيس، تيتانيوم عامه بيجذب العظم ان هو يتكون حواليه. اوكي، زرعيه تيتانيوم اللي احنا شفناه دلوقتي العظم جري من الزرعيه، ده بسبب رداءه الزرعيه. اذا هي نوع من مش هقول ده تجاوز يعني تعبير اعلامي، اقول اتهام. انا مش متهم، الفيلد الطبي مش متهم في الثلاث اتهامات اللي انا قلته. لا الطب الاسنان متهم بانه ما تصدش، لان دي مش قضيه دكاتره الطب الاسنان ان هم يتصدوا بس هو بيني وبينكم لازم كل دكتور يبين لمرضاه خطوره الزراعات الرديئه. بالظبط كده، نورتنا وشرفتنا. انا اتشرفت بحضرتك. ضيفي العزيز ميجا ستار عالم طب الاسنان الاستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان والمؤسس لمركز مكادي. نورت وشرفت الدكتور كالعاده. شكرا دكتور، خليكم دايما مع الدكتور.